طب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سعيد جدا إن أنا موجود النهاردة معاكم في اسطنبول، والعلاقة بيني وبين بلدي أكثر من عشرات السنين أو مئات السنين، لأن هنا بنتكلم عن بلد أنشأت حضارة من أول الحضارات في العالم، مجتمع من أول المجتمعات في العالم، وظائف الكتابة من أول الطرق في العالم إلى آخره إلى آخره. وعيب علينا أن نراها هكذا ولا نستطيع أن نعمل لها شيء، صح ولا لا؟ حضارة الرافدين. أنتوا عايزين إيه؟ أنا عايز أحطكم بعض الأسئلة قبل ما أنتوا تحطوا، لأن أنا النهاردة نفرغ نفسي زي ما أنتوا عايزين. إذا عايزين أعمل خلاص دي. أولاً إحنا لابد نحدد إحنا مين. ها؟ وبعد كده هو المكان الجغرافي اللي إحنا بنعمل فيه. وبعدين قدرتنا كمؤسسة على العمل. بعدين رؤيتنا احنا عايزين نعمل ايه في الآخر. كل الحاجات دي احنا عايزين نعملها قبل ما نخش في الحملات وقبل ما نخش في كذا وكذا 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 وكذا. كان نبدأ فيه ولا عايزين تبدأوا مباشرة على الحملات؟ لا بدي مادي. أول حاجة اكتب من نحن. من نحن. من نحن. أنتوا مين؟ من أنتم؟ بمعنى إيه؟ إحنا عمال اجتماعيين ولا عمال سياسيين ولا عمال إنسانيين ولا عمال اقتصاديين ولا عمال ثقافيين ولا عمال دعويين ولا عمال دينيين ولا 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 إلى آخره. فلا بد نحدد إحنا مين، علشان كل عمل من الأعمال دي ليه معايير مخصصة. معايير إنسانية، معايير اقتصادية، معايير سياسية، معايير دينية، معايير دعوية، معايير تاريخية، معايير ثقافية إلى آخره. فما ينفعش أنا أخش في أي عمل ومش عارف معايير، أو ألخبط وأحط ده على ده على ده على ده، في الآخر إيه واحد يجي يصنفني يقول ده إرهابي، ولا ده متطرف، ولا ده كذا، ولا ده عنصري، ولا 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 إلى آخره. لأن العالم دلوقتي بيحكمه التواصل الاجتماعي. لذلك في عملنا في التواصل الاجتماعي بنقول نحذر كل جمعية وكل مسؤول جمعية أن يرى الرسالة التي يضعها على صفحته الخاصة. ما تقولش لا ده رأيي الخاص. طالما أنت في جمعية إنسانية تعرف معايير العمل الإنساني وتلتزم بهذه المعايير حينما تتحدث داخل الصفحة بتاعتك. كان تويتر، كان إنستغرام، كان فيسبوك، كل لأن في الآخر أنا أحاسب من الناس بيصنفوني ويصنفوا جمعيتي. فإحنا مين دي مهمة جدا. أنت عايز تنزل السوق، هتخش السوق كده من غير ما تفهم مين الكبار اللي في السوق، مين الصغيرين بيبيعوا إيه، ينفع؟ ينفع؟ وده سوق. ممكن تقول أنت بتبيع مش البسطة العراقية، البسطة السورية. واخد بالك؟ البسطة العراقية بتبيع في حتة تانية مش عندنا إحنا. تحب أنت البسطة العراقية وضحك. اوعى حد فيكم، انا بكلم اللي بيتفرجوا، اوعى حد فيكم يقول لكم بسطة عراقية وتصدقوه، هتتضرب على الارض. خلاص؟ احنا مين دي مهمة جدا. لأن احنا مين دي بتنطبق على ايه؟ رئيس المؤسسة. اللي بينزلها مع مجلس الإدارة بينزلها للموظفين والمتطوعين والمتابعين، عشان يعرفوا إن أنت ماشي في خط معين. زمان قبل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي ده كان الناس بتعمل اي حاجه وتحطها في اي حته. دلوقتي اصبحنا احنا في عصر المحاسبات، في عصر الاسلاموفوبيا. عصر ايه؟ الاسلاموفوبيا. والاسلام متهم الى نهايه العكس، واي منطقه فيها صراعات وجماعات مسلحه من الخطوره ان نعمل فيها بدون معايير مطلقه على الاطلاق. لماذا؟ لأن مثل هذه المناطق تراقب بمؤسسات أمنية واستخباراتية من كل جهة في العالم، ليس فقط المؤسسات الوطنية. في تعاون أمني بين كل هذه المؤسسات في العالم عشان تشوف مين اللي دخل هنا ومين اللي خارج هنا، وده بيقول إيه وده ما بيقولش إيه. حتى لو كنت أنت بتوزع الشوال الرز أو الشوال اللي هو الطحين إلى آخره إلى آخره. طالما أنت حطيت الخط الأحمر من المواجهات اللي هي فيها صراعات عسكرية دي أو الجماعات المسلحة، بيبص انت بتخش هناك بتعمل ايه. فلذلك العمل الانساني عادي اصبح مضيق عليه في مناطق الصراع اللي بيعمل فيه.
واضحه كده احنا مين دي؟ حد عايز الاخ يسال؟ واضحه؟ اهو انا بعمل تحذير. لا انا بعمله دلوقتي يا شباب تحذير. تحذير لنا ليه؟ لان احنا عايزين نبني بلدنا. عايزين نبني مجتمعاتنا. عايزين نبني مدن. مين اللي هيبني مصر؟ انا اللي هبني مصر. انا ابن مصر هبنيها. انا ابن العراق هبنيها. مين اللي هيبني صلاح الدين؟ مين اللي هيبني الهدم اللي حصل في الانبار؟ او الهدم اللي حصل في اي مكان تاني؟ انا اللي هبنيها. مش هنتظر اي مؤسسه دوليه او اي حكومه من خارج تغدق عليها بالاموال. انا ممكن ابنيها لان انا عندي امكانيات. انا غني. انا كعراقي غني لان العراق مش فقيره. حذاري ان يقنعك احد ان العراق فقيره. والا اصبعي هو. فرحان ده. ها؟ حذاري. حذاري يقنعك انسان ان انت ضعيف. ابدا. حذاري. حذاري ان احد يقنعك ان انت ما عندكش قدره. حذاري. حذاري ان يحبطك احد. حذاري وانت عندك اقوى قوه استثماريه في وطنك هو القوى البشريه والامكانيات البشريه والشباب اللي عندك اللي هم يعتبروا اكثر قيمه من البترول ومن الغاز ومن الذهب الى اخره، لكن من غيرهم البترول هيضيع والذهب هيضيع والغاز هيضيع وكل حاجه هتضيع. واضح بالنسبه لي؟ يبقى احنا مين دي مهمه جدا. نقعد كده مع بعض ونقول هل احنا عملنا ده على منطقه معينه فقط؟ او على فصيل معين فقط؟ او على دين معين فقط؟ او على ثقافه معينه فقط؟ او على حزب معين فقط؟ او على مذهب معين فقط؟ ولا احنا بنشتغل لوطننا ككل؟ انا اللي بحدد. انا اللي بحدد. واخد بالك؟ فحينما احدد معالم رسالتي وهوية شخصيتي استطيع ان احقق في العالم له هذه ما هذا ما اريد ان احققه في حياتي. واضح؟ وحاجه من الحاجات المهمه جدا هي الشفافيه. لماذا يا شباب؟ لان العمل الانساني تحكمه الدوائر الامنيه والريسبورتيه. شئت في الداخل او من الخارج. ابعد او لا انا بس موضح الامور دي ليه؟ عشان نشوف ان في شركاء موجودين على الارض انت مش شايفهم ولا تعلمهم. حينما تتحدث تتحدث باللغه التي يفهمها الاخرين مش باللغه التي تفهمها انت شخصيا او قبيلتك شخصيا او عشيرتك شخصيا او حزبك شخصيا او جماعتك شخصيا او مذهبك. لا، اللي بيشوفك دلوقتي بيشوفك على العالم كله. وخلي اختيارك في احنا مين دي يفهم من الجميع وتفهم رسالته من الجميع. حتى ولو تاخر العمل لكن بيمشي على خطى ثابته وراسخه. دي اول نقطه. اتفقنا؟ اي استفسار، اي سؤال، اي كلام؟ انا كل كلام اقول اي كلام ممكن تغيروه. دي نمره واحده. احنا مش قلت لك انت كنت اربع خمس نقاط انا بنسى. احنا بنشتغل فين؟ خلاص اين نعمل؟ اين نعمل؟ انا قلت اربع مرات في الاول كده. حد فيهم كتاب؟ حد في كتابهم؟ من نحن المكان الجغرافي. خلاص ما تذكرني بقى من الاربعه. اين نعمل؟ هل احنا نعمل في منطقه ليها ثقافه معينه محدده؟ لابد ان ندرس الثقافه. خط واحد. لابد ان ندرس الثقافه. لابد قبل ما احط رجلي فيها ادرس الدين، ادرس العقيده، ادرس التاريخ، ادرس تركيبة المجتمع اللي انا بشتغل فيه. انا ما نزلتش كده ها واقوم نازل انا هشتغل هناك وخلاص. لا، ما ينفعش. وده اللي احنا بنسميها دراسة حالة المجتمع اللي انا بشتغل فيه. انا بدرس حالة المجتمع. هل المجتمع ده من الفلاحين الزراعيين؟ هل المجتمع ده من زي عندكم انتم مثلا في محافظة الانبار مجتمع لتربية الاغنام والمواشي الى اخره الى اخره الى اخره؟ وده مجتمع مختلف. هل المجتمع ده مجتمع للتسويق؟ ها؟ ولا التجارة؟ المجتمع ده مجتمع ساحلي مع بتوع السمك الى اخره؟ المجتمع ده مجتمع جبلي؟ المجتمع ده مجتمع مدن او مجتمع قرى؟ او فلا بد اعرف انا هشتغل فين. في مصيبه حصلت في مكان ما او مناطق عربيه كده ونازل وهو نازل بقى انا هروح اقابل مين؟ هل المجتمع ده عنده عشائر وقبائل ورموز استطيع ان ادخل من خلالها ولا لا؟ انا بضرب المثل ده كتير جدا جدا في اغلب المحاضرات اللي قلتها. ان احنا في موضوع دارفور بعض المؤسسات الدوليه استثنت
السلاطين واستثنت المشايخ بتاع القبائل. ليه؟ لان مصر بقى الواحد كده ايه شكله مش عاجبهم، لابس جلابيه وحاطط طاقيه ولابس شبشب بصباع او لابس جزمه مقطعه، ولا مين ده انا اقعد معاه؟ رايح ما عرفوش يشتغلوا كلهم ايه؟ ارجعوا لفلان، ارجعوا لفلان، ارجعوا. يبقى مسؤول العشيره او القبيله هو ايه؟ نفس الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، من دخل بيت سفيان فهو ايه؟ صح؟ لكن من دخل بيت سفيان فهو امن، هيخش البيت بقى خلاص مش عايز يعمل حاجه، قاعد خلاص. ومن دخل الكعبه فهو امن، فهو خلاص ده بيت ايه؟ ده بيت الله. لكن عادي انت ما تخش عند الوجاهه، لازم انت في كل منطقه فيها مفتاح. دي اللي احنا بنسميها بالانجليزي الجيت كيبرز، اللي هم اللي ماسكين مفاتيح البوابات. تقدر في الصومال مثلا، لما رحنا الصومال كتير يعني، واحنا بنتكلم كده في احد الورش العمل، فالاخت قالت لي احنا عندنا في كل حاره جيت كيبر مسؤول عن المفتاح، ماسك مفتاح الحاره. وانا في ليبيا من سنتين في ديسمبر 2017، فالشباب قال احنا على علم كل شارع موجود فيه مجموعه. فبالتالي لابد نعرف تركيبه المجتمع ومين هم وجهاء المجتمع اللي بشتغل معاهم دول. واضح يا شباب؟ واخد بالك؟ فلذلك اما ننزل على المجتمع، الموقع الجغرافي بتاعنا، هل الموقع الجغرافي بتاعنا ده منطقه فيضانات كوارث طبيعيه؟ أم منطقه زلازل كوارث طبيعيه؟ أم منطقه حروب؟ أم مواجهات؟ والداخل هذه المنطقه الحربيه اللي فيها صراعات مسلحه، في جماعات ارهابيه ولا لا؟ مصنفه عالميا. وكيف اتخطى مثل هذه الجماعات؟ لان ممكن بعضهم يكون ماسك مفتاح ايه؟ البوابه. صح ولا لا؟ فما ينفعش ابدا انزل بالحماسه وحب العمل الخير وانسى اللي على الارض هم مين؟ ما ينفعش. واضحين يا شباب؟ المكان الجغرافي بالنسبه لنا مهم جدا ندرسه وندرس ثقافته وتاريخه. واضح؟ في اي سؤال؟ النقطة الثالثة أنا كتبت قدراتنا على العمل. قدراتنا، هنيجي بقى هنا حاجات بتوجع البطن بقى. فين ال شوف هنا عايزين الناس حبيبي بتاع ده ايه دي؟ بايومتريك مزيكا على ده ما يلزق؟ بيرمننت لا الأزرق ولسه لا 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 ده الكتاب الله لكن لسه ممكن نقطة ثلاثة؟ لابد ان ادرس قدرتي انا قبل ان اعي الناس بماذا ساقوم به. والصراحه كويس. لا يا اخوانا انا استطيع ان اصل الى هذه المنطقه فقط. ناخد مثلا نقول اي حي من احياء الموصل، حد يديني كده حي من احياء الموصل؟ موصل جيم. قديمة رحتها اللي هي فيها مسجد النبي يونس عليه السلام مش كده؟ كنت فيها من سنتين. لا يونس مو بالقديم. خليفه طعم شو اسمه المسجد النوري هو بالقديم مسجد نبي يونس بالايسر بالاسفل الحي ده هخش فيه محتاج ايه؟ محتاج ميه، محتاج صحه، محتاج غذاء، محتاج تعليم، محتاج بناء، محتاج خيام، محتاج 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 ايه؟ فانا قدرتي هعمل ايه؟ انا مش عيب ان انا اقول ان انا قدرتي فقط ان انا اشتغل في الميه. مش عيب ان انا اقول قدرتي فقط ان انا اشتغل في التعليم. مش عيب ان انا اقول قدرتي فقط ان انا اشتغل مثلا في الصحه. او في توزيع الغذاء. خلاص دي قدره. لكن انا قاعد متبرع ان انا هعمل كل حاجه ما ينفعش. يعني قدره. قدره. انت طالع مثلا استاذ متخصص في الجغرافيا. هتروح تعلمهم حساب؟ هتروح تعلمهم لغة عربية؟ ممكن تعلمهم الأساسيات. لكن احنا بنتكلم على بناء مجتمعات. فلذلك أنا في الجمعية بتاعتي ميزانيتي إكس. قدرتي مش بس الإكس بتاعت الميزانية، لا. الإكس شيء اللي هو بتاع الميزانية، القدرات البشرية اللي عندي شيء ثاني، الخبرة اللي عندي شيء ثالث، الشركاء بتوعي اللي في المناطق دي شيء رابع.
إذا كنت أنا هخش في الحي القديم أو مسلم القديمة أو الحي الأيسر أو الأيمن، لابد إن أنا أعمل شركاء عندي، وأنا لازم أعمل كل حاجة بنفسي. قلنا مثلا مؤسستي في بغداد أو مؤسستي في 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 أربيل، هشوف لي شركاء محليين في المنطقة دي بالجمعيات الصغيرة ينفذوا اللي أنا عايز أعمله. مش مهم إن أنا أقوم بكل حاجة، فقدرتي بتكبر بالشراكات. ممكن بالشراكات دي قدرتي تكون أكبر وأقدر على إن أنا أوصل الأشياء دي للي هو المستفيدين. فلذلك لابد أن أحدد قدرتي. القدرة فقط، أول ما تفتكروا إن القدرة فقط هي قدرة مادية، هي قدرة فكرية، خبرات، رؤى، قدرة بشرية، الشركات بتاعتنا، كل حاجة، والعلاقات، والعلاقات نعم، كل الحاجات دي كلها تحطها على طاولة كده وتحطها تحت تحتك القدرة. علاقتي مع مين؟ علاقتي مع المحافظ، علاقتي مع كذا مع كذا مع كذا مع كذا، علاقتي مع رؤساء العشائر أو بيسموه رؤساء عشائر ولا إيه؟ نعم. وبعدين علاقتي مع اللي هم رؤساء القبائل إلى آخره. دي قدرة. كيف إن أنا بوصل رسالتي وأحشد الناس دول معايا علشان يكون إمكانيتي في إيصال المعونة للناس ليها تأثير جيد. معايا؟ فالقدرة أوعى حذاري إن أنا أحصل القدرة في القدرة المادية فقط. ياما مؤسسات عندها ملايين ومليارات ولا تستطيع أن تعمل لأنها ما عندهاش ده. دي كمان مش سهلة. الفكر اللي في مخك ده مش سهل. انا كنت عامل حاجه اسمها ايه يا شباب بالانجليزي كده، العلاقه كلمه فاتن تعرفينها اللي هو الدهن، بس دي معناها ايه؟ دي معناها فن، يعني تمويل، ومعناها ادفوكاسي يعني مناصره، ومعناها تريننج تدريب. دي وظيفه مين بقى؟ المؤسسات الدوليه. انا بقول شراكه يعني في القدره. خلاص هنا بقى الكسر اللي هي القبله انجليزي شفت مدرسة شفت عني أنا؟ إنجليزي يا مرسي؟ مرسي أنت خليفة؟ لا صعيدي. أه؟ صعيدي يا مرسي. صعيدي؟ الكاف اللي هي كيميا كيس سوري اللي هي نولج 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 اللي هي O W L E D G A G بيلي. بسم الله بسم الله بسم الله وشرب ميزة. لا هتنكت هنكت هتظلم هتظلم هتنور هتنور. أنا عايز أسألك إيه، تظلم ولا تنور؟ تنور تنور حط على صدرك يعني إيه؟ علي 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 كلام فيه ها 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 لا نولج بيها قاعدة المعلومات اللي عندك. خد بالك؟ الأي اللي هي الإنوفيشن. يكون عندك قدرة على الإبداع. الإس سستينبل. سستينبل. إيه؟ استدامة. زين اللي هي سوليوشن حلول. انا بقول دي ليه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا لان ده انتم حذاري ان انت تشوف الممول اللي جاي لك بالفلوس وتنخ. سمعني؟ وتنخ. لا انت عندك الفلوس دي وظيفتك. جيب لي الفلوس تدافع عني تمرني. انا بقى هديك ايه بقى اللي انت ما تقدرش تجيبه؟ القاعده المعرفيه عند مين؟ عندي انا كجمعيه صغيره في
الحي الايسر او الايمن في مصر، لان المعلومه دي مش عندك، ومن غير المعلومه دي لو كان عندك ملايين الملايين مش هينفعوا. فانا اسحب المعلومه لانها اللي قاعده على الارض، ودي قوتك انت كمؤسسه صغيره. لست انك كمؤسسه صغيره ان انت ما كنتش مديك كرامه، مالكش شخصيه، لا انا عندي. خلاص؟ نمره اثنين ان انا عندي الابداع، لان الحاجه ام الاختراع. والمبدع هو اللي بيعاني كل يوم في انه يشوف المشكله 24 ساعه معاه ومع اولاده ومع اقاربه ومع جيرانه، فبيحاول يضع لها حل بناء على واقع عملي، بناء على مصداقيه. فانا اللي عندي الابداع، انا اللي عندي الابداع. فقيس الابداع ده يساوي قد ايه؟ تاني حاجه الحل اللي انا هحطه حل دايم، مش حل واحد بيجي يدق لي حبه شكار اشهر الطحين او كده ويمشي. لا، انا اللي انا على الارض عايز الحل اللي عندي ده يكون مستمر لاجيال واجيال وعندي ده. هقول لك تعمله ازاي؟ ده يبقى احنا إيه؟ انا بقى انا كمؤسسه وطنيه، دي الشراكه اللي هي بتسمى بتخش في القدره. انا قدرتي كسليم زي قدرتك انت كممول. ان شاء الله الممول ده يكون حكومه دوليه، ان شاء الله تكون الامم المتحده. هتخش هنا انا اللي هدخلك. هم عاملين حاجه اسمها الايكولايزيشن، التوطين، توطين العمل الانساني او العمل الخيري. لكن احد التوصيات المؤتمر الامم الانسانيه اللي حصل هنا في اسطنبول من سنه 2016. التوطين دي يا شباب احنا عملناه من يمكن 20 سنه كنا بنتكلم عنه، العمل الانساني. لكن لما جت الامم المتحده بعد 20 سنه ان احنا قاعدين نقول توطين 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 توطين، عملوها جزاهم الله خير. بس التوطين معناه شراكة متكافئة، شراكة متكافئة، يعني لا تنظر إليه نظرة دونية، لأن أنا معلوماتي وخبرتي وحلولي الإبداعية تساوي أكثر من المال اللي أنت بتتكلم عنه. واضح؟ وده جزء من بناء الشخصية الوطنية وبناء كرامة الشخصية الوطنية. يبقى ليه قدرة، يبقى القدرة فقط مش فلوس. لا تقول انه لا ما لا لا يدعوا ان القدره فلوس، الفلوس جزء من القدره. كيف يعيش الشعب الفلسطيني بعد من 48 الى الان؟ مبدع، من اعلى نسبه التعليم في المنطقه العربيه كلها بعد دولتين من الخليج فلسطين. عندهم مكانات زي دول الخليج؟ لا. عندهم مكان زي دول مكانات في الدول العربيه؟ لا. لكن عندهم ده وعندهم الاصرار على انهم يعلموا ابنائهم. نسبه الجهل في فلسطين سواء كان في غزه او في مناطق اخرى في فلسطين بتساوي ولا تقل ابدا عن نسبه الجهل او التعليم في المناطق اللي هي الغنيه سواء كان في قطر او الامارات او الى اخره. لان عندهم ده فقط مش كفايه، واضح؟ ده بالنسبه للقدره. في اي سؤال في القدره؟ معلم اللي هو القدرة بقى كده رؤيتنا شفت بقى كلام بقى التخين ده انه ما حدش فاهمه لغايه دلوقتي. حد يقدر يعرف لي معنى ايه الرؤية؟ الرؤية معنى ايه؟ الرؤية هي المستقبل. ايوه كيف ننظر الى اهداف العمل الذي نقوم به وماذا نريد ان نحقق من هذا العمل. جزاكم الله خير. اي تعريف ثاني؟ كل واحد فيكم عنده تعريف كلكم صح. اتفضل. انا بخلي اي حد يقول اي حاجه كله صح. رؤيتنا الشيء اللي بنسويه. كويس. اتفضل. منظورنا للامر، الامر الذي مستقبلي. اتفضل. منهجيه. الرؤيه منهجيه صح. على تحقق الرؤيه لازم تعملها منهج. تفضل. رؤيتنا للعمل اللي احنا قدمناه. كويس. مشاكل الواقع وايجاد الحلول. طيب انت بتعمل درس الحاله في الاول وبعدين بقيت حلول الى اخره الى اخره. ها. رؤيتنا للمستقبل يعني. بناء المستقبل. امالنا المستقبلية. امالنا المستقبل. الرؤيه هي حل. 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 تخطيط. تخطيط، تفضل. لا انت بقول لك ايه؟ هتقعد هنا تقول لي اعمل لا ما تعملش تعملش حسن الامام هنا ولا الرؤيه هي تطبيق الخطه اللي انا عملتها. تطبيق الخطه.
يبقى انتم كلكم اتفقتوا على ان الرؤية اساسها شو هنعمل، هنقول ايه في المستقبل؟ مستقبل ايه؟ واخد بالك؟ ده الرؤية. تقدم حاجة الرؤية حلول. شوف احنا انتم من كلامكم محورتوا الرؤية في ثلاث حاجات. مستقبل، حلول، ايه تاني؟ تخطيط. تخطيط منهجي. ايه تاني؟ تغيير واقع. اتفضل. اهداف. اللي هي اهداف تغيير. الرؤيه اللي انت تطرح على واقع معين، صح؟ المنطقه دي ما فيهاش ميه، نعمل لها ميه، يبقى في خلال 10 سنين هنكفي المنطقة دي ب 20-30% من سكانها توصل لهم المية للشرب أو الماء للزراعة. ودي احنا عملناها مرة في جنوب السودان في حتة اسمها ورقة. احنا اشترينا حفارة مية وحفرت المية دي في خلال 5-6 سنين، اشتريناها حفرت آبار في المنطقة دي كما قال الوالي اللي غير مسلم، اللي غير المنطقة كلها غير مسلمين. قال انتوا كفيتوا 30% من سكان المنطقه دي في 5 سنوات فقط. يبقى انت حليت مشكله ايه؟ 30%. يبقى الرؤيه هي تغيير واقع. المنهجيه مخططه زي الاخ معاك. انا عايز اخش المنطقه دي بميه. لو ماء للزراعه ولا ماء للشرب ولا ماء للحيوانات. ها؟ وهكذا. فشوف هي مستقبل وتخطيط منهجي وتغيير واقع المجتمع. تيجي انت بعد 10 سنين هتقول والله سبحان الله المنطقه دي كانت صفرة دلوقتي فيها، كنا احنا عملنا مشروع في مالي 2007 بزرع شجره، بس شجره انا رحت من احد الناس زرعت الشجره دي. السنه اللي فاتت في 2018 مش كده بقول لك السنه 2018 المسؤول اللي راح هناك المنطقه دي لقى في منطقه يمكن فيها مثلا 100 هكتار تقريبا خضر لدى المزارع المجتمعيه. اتكلم عنها بعد كده. لما بنمد لهم الميه ما بنشتريش الارض الزراعيه، اوعى تشتري وتاخد مش عارف ايه، لا اوعى تشتري، اوعى تشتري ارض انت ما عندكش امكانيات. انت بتاجر ارض من فلاح وصل لها الميه وتقول له ازرع. هو ياخد له نص دونم دونم 2 دونم ويزرع ويعيش وبعد ايه يسدد لك ثمن ايجار الارض كل شويه. الرؤيه انك تحول البطاله لعماله. والله انا عندي شباب يعني ايه غير يعني ما عندهمش وظايف، هل انا لازم كل وظيفه تكون في حكومه؟ افتح افاق الشاب والشاب انها تشتغل من البيت. اعمل الاسواق الشعبيه هنتكلم عنها. فاحول المليون اللي عندهم بطاله دول كل سنه مثلا اعمل لي 5000 او 10000 شخص منهم، لان مش هقدر احول المليون كلهم مره واحده كجمعيه. لكن انا الرؤية بتاعتي ان انا اقضي على البطالة. ان انا اقضي على الجفاف، كنت صح. ان انا اقضي على اللي هو زي ما بيل جيت كان عمل اللي هو التطعيم بتاع اللي هم شارع الاطفال. دي رؤية. فعشان اعمل رؤية زي اللي هو ارجع للمنهج والتخطيط واللي هو قدرة على التغيير. احدد انا عايز اعمل ايه؟ الرؤية ان انا مثلا عايز اعمل المزارع المتبعية دي في كل أنحاء العراق. واخد بالك؟ يبقى كل 5 أو 10 جمعية كل سنة يعملهم 5 هكتارات أو 10 هكتارات. ويخلوا الفلاحين يشتغلوا على يعني بعد 10-15 سنة هلاقي إن عندي مثلا 1000 هكتار مزروعين من كل الأسرة الفقيرة دي كلها، اللي كل أسرة على الأقل تتعب نفسها، على الأقل تتعب نفسها. دي رؤية. كلمت فيها في الزراعة، كلمنا فيها في التطعيم، كلمنا فيها في الصحة، كلمنا فيها في البطالة إلى آخره. رؤية أنا عايز أعلم الناس أحارب الأمية والجهل، صح؟ مش هقدر أحارب الأمية والجهل مرة واحدة، لا أنا هعرف، أنا عندي 5 مليون متسرب من التعليم. ومرة جاية في مؤتمر كده بقول أنا هعلمهم إزاي؟ طيب 5 مليون عندك كام؟ الطفل هيدخله التعليم بكام؟ عايز له مدرسة وعايز له مدرس وعايز له منهج وعايز له وعايز له وعايز له وعايز له إلى آخره. فالرؤية إن إحنا نقعد كلنا مع بعض نقول والله كيف نحارب التسرب من التعليم؟ كيف نحارب الأمية بالتدرب؟
كيف نحارب الفكر المتطرف؟ تعتقدوا ان الفكر المتطرف الموجود ده او اللي بيغذى من جهات معينه هنحارب النهارده ضربه حظ كده؟ حصل بيننا وبين الوزيره بتاعت العمل الدولي في بريطانيا نقاش في 2002 داخل البرلمان وتحت قبه البرلمان. كنت انت موجود؟ طيب. قلنا لها شيء واحد وهي كانت بتحب وهي احد الاشياء اللي هي استقالت فيها من الوزاره هي العراق. اسمها كلير شور. هتضحي بمستقبلها السياسي عشان قضيه العراق. مرتين. واخد بالك؟ ففي 2002 كانت المره النهائيه لانها يعني استمعت بوعود من رئيس الوزراء لم تنفذ فعملت ايه مستقله وسائل الوزاره علشان قضيه العراق. وانها لم تستطيع انك تحارب طالبان او تغير طالبان كفكر بحبه حاجات كده وخلاص وتاخدي صوره وحبه كباري وحبه مدارس. طالبان ده فكر وثقافه مجتمعيه. ان اردت ان تحاربيها فانت تديني 15 سنه على الاقل. جيل مغير فكر. كيف تغير فكر الجيل ده؟ بتبعت لهم مدرسين، تبعت لهم ائمه، تبعت لهم مناهج جديده جدا، وتبتدي مع الاطفال اللي عندهم 10 سنين عشان يطلع فكر موازي. فتتدافع على افكار وثقافات مع بعضها فيطلع جيل جديد بيحمل اسلوب اخر غير اسلوب اللي هو الايه؟ العنف واسلوب اللي هو التطرف الى اخره الى اخره. يعني لما تيجي في الفكر والقيم والثقافات عمرك ما هتغيرها في عشتنا، حتى الارض الصفراء. حتى الارض الصفراء اللي بنتكلم عنها دي عشان تغيرها وتبقى خضراء بتاخدها 5 سنين و10 سنين على الاقل. مش بتقدر عايز تزرع في الارض الصفراء دي استعداد. ها؟ استعداد. لا استعداد واستمرار. عايز تزرع فيها حشيش، يعني مش حشيش سوري يعني. مش حشيش اللي هو بتاع، لا حشيش ارانب. حشيش بتاكل الارانب والبقر. عشب ايوه كده كده. ادركنا من عندك مش حشيش برسيم البيت والسيم استاذ يبقى نخاف نخشى انه نطلع من مشكله صغيره نقع بمشكله بعد اكبر منها. تفضل. انه نقضي على التطرف يجينا الانبطاح. لا 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 ما بقولش كده. انا ما بقولش كده. وهذا يصير العالم. لا 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 انا بتكلم عليه هنا. اولا التعليم هو قاعده كل شيء. والتعليم لا يولد ابدا الانبطاح. لو انت علمت الشباب الدول العربيه والاسلاميه كلها صارت انبطاح. انا بتكلم على ابني وابنك. واخد بالك؟ بتكلم على مثلا احنا بنتكلم دلوقتي على ايه يا شباب؟ بنتكلم على مسيره 20 سنه جايه. واخد بالك؟ لو التعليم مش هو المحور الاساسي فيها هيحصل بالظبط اللي انت قلت عليه. تجهيل وانبطاح. لابد انت تقاوم التجهيل بالتعليم. لذلك اول كلمه في القران انزلت على صلى الله عليه وسلم ايه؟ اقرا بس مش اقرا كده لا اقرا دي معرفه. معرفه ومنهجيه ورؤيه وزي ما في قول مأثور او حديث اطلبوا العلم وهو في الصين واطلبوا العلم المهدي اللحم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حددها محوريه الحياه في الدنيا قبل الاخره هو العلم. صح؟ فلذلك الانفتاح ده ستحاربه ونحارب الشعوب جميعا بالتعليم. التعليم في البيوت، التعليم في المساجد، التعليم في الكنائس، التعليم في المدارس، التعليم عن كل الحاجات دي كلها بتمشي متوازن. واخد بالك؟ فلما نرجع مره اخرى للنقاش اللي كان حصل مع الوزيره ان انا لو انت عايز تعمل حاجه زي كده هو لو كنت تعبت الجيل تؤهليه بثقافه مختلفه احنا اللي نعملها لك مش انت هتعملها. كان الشرط ان احنا نجيب لها الائمه الى اخره في هذه المناطق. كون بقى سياسيا في بعض الدول بتنبطح وما بتنبطحش دي ايه؟ واضحه مش مختلفين يعني بس بتنبطح دي لان كتير جدا مننا يعني. أنا هسألك سؤال أو هقول لك حاجة. هل كل من حمل دكتوراه عنده معرفة مجتمعية؟ مش شرط بالعكس ولا حد عنده. أنا متخصص كان في فيلم مصري كده ما أعرفش شفته ولا لا أيام الأفلام المصرية من الأولى كان اسمه الأيادي الناعمة. حد شافه؟ الأيادي الناعمة ده أحمد مظهر. أحمد مظهر أنت من العراق أنت مش كده؟ أحمد مظهر ده كان عايش كبرنس جيل قديم في مصر وعايش في قصر وما عندوش ايه امكانيات ماديه برغم انه عارف يتكلم انجليزي وفرنساوي والماني الى اخره لكن هو عايش في الباشا. وخرج مره كده في الشارع وكان عايز ياكل ما كانش عنده فلوس في جيبه. فلقى واحد زي حضرتك كده غلبان واخد دكتوراه كل اللي في جيبه 10 قروش وواقف بيشتري عارفين الدرج؟
الثاني دور الشوي ده وده كله طبلت فهو بيصير هو كان جعان جدا قال له يا ولد يعني حتى هو فقير بيتكلم بالشخص اللي قال له يا ولد اشتري كمان كوز ذرة معاك طبعا هو بص له كده قال له حاضر ما هو كان مؤدب يعني هم خدوا قعدوا عنده في القصر بتاعه فالحديث معانا ايه؟ فكان الشاب الثاني اللي معاه ده كان معاه دكتوراه الدكتوراه كانت في ايه؟ صلاح في الخارج ايوه كان الدكتوراه بتاعته في ايه؟ طبيب هو لا ما كانش طبيب قال ايه؟ كمل كان في دكتوراه في كلمه اسمها حتى في اللغه العربيه قال له انت دكتوراه في حتى؟ قال له انا متخصص في حتى ها؟ لا يا ريت في اللغه العربيه كلها ده متخصص في حتى ده فقط فتخيل بقى انت ما بتشوفني انا كدكتور وكنت دكتوراه وكنت بي اتش دي كده وقال لك يا سلام هذا عالم انا عالم بس في حتى في ليس في من فك ومن قرع ومش عارف ايه تاني وكان واخواته الى اخره بس في حتى فلا يغرنك اصحاب الدكتوراه انهم يعرفوا المجتمع لكن احنا بنبرز لهم اللي هي المنصات في المجتمع انه عنده هذه ايه الرساله قد يكون شخص فلاح او مزارع او عنده قدره معرفيه او مجتمعيه اكثر من صاحب الايه؟ الدكتوراه دي كلها، فلذلك نرجع مره اخرى اللي هيحارب هذه النقطه هو التعليم. والتعليم بيربطه بحاجتين، التعليم التقليدي اللي احنا بنديه في المدارس والتعليم المجتمعي انك تتخرج الشاب عشان يعمل تعليم تطبيقي، تربطه بالبيئه، تربطه بالتاريخ، تربطه بالثقافه، تربطه بالعقيده. تربطه في ايه؟ بالقيم والاخلاقيات بتاعة المجتمع عشان يوازن تعليم الكتب ده جيد عشان ننجح في الاخر في اخر السنه وناخد درجات لكن تعليم المجتمع خطير جدا تعليم الكشف تخليه يشوف يشوف قيمه دجله وفرات معقوله؟ ابقى انا عندي دجله وعندي فرات واروح اجيب اكل من بره اي عندي النيل واروح اجيب قمح من بره دي سبه لان هذه الانهار اقامت حضارات على دفاف لالاف السنين من المزارعين اللي استقروا ومن الحرفيين اللي استقروا فاصبح دجله وفرات والنيل هم عوامل الاستقرار في بناء الحضاره فجزء من التعليم بتاعي ان انا اعلم ابني تاريخ مبني امته وثقافه امته وقيمها وعادتها بالتطبيقي بالاضافه الى الناحيه النظريه في التعليم التقليدي احنا كنا فين؟ احنا قلنا الرؤيه هي اساسها التغيير. واضحه؟ حتى عايز من اي شيء؟ تمام يا شباب؟ لان ده كله مقدمه. عندك حاجه ثانيه؟ طب انت قول بقى حاجه ثانيه. انتوا بقى انا قلت الاربع مقدمات دول اللي هم من نحن؟ اين نعمل؟ قدرتنا والرؤيه. لماذا وكيف؟ ايوه لماذا؟ وكيف؟ وإذا دخلنا بقى في التفاصيل لماذا؟ هل أنا وأنا عامل جمعية عاملها ليه؟ إيه أهداف الجمعية بتاعتي؟ ليه؟ أعملها عشان أقعد وأخد صورة وأبقى عندي وجهة في المجتمع؟ أنا أعملها يا شباب عشان أكون أنا خدام. حط دي في ودنك، هات دي أنا خدام، مش عشان تعرف تخش رجعت العروسة لمدتين. شوف استحضار الخدمة هو أصل وأساس تكوين الجمعية. استحضار مبدا الخدمه ومبدا ان انا قادر على ان اخدم المجتمع ومبدا ان انا خادم المجتمع ها لماذا ان انا عايز اخدم لماذا انا عايز اضحي بوقتي لماذا انا اضحي بجهدي لماذا انا اضحي براحتي من اجل ايه من اجل المجتمع يبقى اذا كنت انا غير قادر على هذا لا اتصدر لهذا العمل لأن صاحب العمل الذي يملك العمل هو الأرملة واليتيم والمسكين والشرير واللاجئ والمريض إلى آخره إلى آخره إلى آخره. هم دول اللي بيصرفوا علينا. لأن كل التبرعات بتيجي لمين؟
بتيجي لي يبقى كهان البشر عشان عناية حلوة ولا عشان ممثل؟ لا، بتيجي لمن ادعي ان انا احمل رسالة معاناته، بتيجي للصور اللي انا محطها على الصفحة بتاعتي، بتيجي للتقارير اللي برفعها. هم بيديني اللي بيستأمني وانا خادم امين على مقدرات هؤلاء المساكين. يبقى لماذا؟ اصل لماذا؟ اصل لماذا؟ ها؟ اصل لماذا؟ كلمة واحدة، ان انا اريد ان اخدم وارتقي بنفسي لان اكون خادما للمجتمع. فيقبلني اليتيم والأرملة والمسكين والشريد واللاجئ إلى آخره، فيدعني في المقدمة ويدافع عني. من الذي يدافع عنك ويدفع عنك الأذى؟ هو الأرملة واليتيم والمسكين والشيخ. مش ده اللي قاله سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي هو كان آخر أو أحد أو الخليفة الأموي؟ لقد وليت أمر هذه الأمة ما وليت. يقول امرأة فرحانة، جوزها خليفة وأبوها خليفة وأخوها خليفة وجدها خليفة وعمها خليفة، خلاص بقى وهي صغيرة وحلوة وزي القمر. فاعتزل المجتمع بعد ما خد بيعتين، صح؟ بيعة الأولى هي البيعة للعائلة، والبيعة الثانية هي البيعة في المسجد. واعتزل عشان حس بمسؤولية إن أنا مسؤول. لماذا؟ لأنني أريد أن أكون مسؤولا. وخرج يبكي بعد ثلاث ايام، يقول ويحك يا حبيبي يا جوز انت بقيت كذا. لا ويحك يا امراه، انت مين؟ مش عارف المصيبه اللي انا فيها؟ لقد وليت امر هذه الامه ما وليت. فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والارمله الوحيده واليتيم المقهور والشيخ الكبير والعيال الكثير والسجين والاسير وكذا وكذا وكذا، وعددناها كل الفئات المستضعفه في المجتمع الامه الاسلاميه. ليس بس المجتمع شرق الحته اليسرى الايسر في الموصل او الغربيه او القديمه او بيئه، بس الامه محمد كلها، لانه اصبح مسؤول عنها. انت لماذا؟ لان انت عايز تكون مسؤول. لن تستطيع ان تكون مسؤول الا ان عرفت كيف تتحمل المسؤوليه. والمسؤوليه ليست صوره وليست محاضره وليست شعار، المسؤوليه انك تحملها. ان عرضنا الامانه على الجبال والجبال فأبينا أن يحملنا، فأشفقنا منها حملنا الإنسان إنه كان إيه؟ ظلوما جهولا. مين بقى اللي واخد دمك ده؟ أنا حاسب على رئيس. أنت بتبقى رئيس مسؤول زي ما سيدنا عمر قال بالظبط. لو تعثرت بغلة فين؟ في الأرض العراق. وهو كان فين؟ في المدينة. لأهمية العراق يفكر. يا عم أقول لك إيه؟ أقول لك إيه؟ انظر كم تعمل الموضوع بالزمان. ايوه انا حددت هو ده اللي خد كام صف. برضه ثانيه وهنخليك تروح ايه تمسح البلد بره. ها؟ يعني هو حاسب نفسه ما بين بغداد مثلا ما بين العراق وما بين ما كانش بغداد ساعتها موجود. يعني كان العراق كان العراق. ها؟ اي نعم ارض العراق. ارض العراق كلها. شوف كم 1000 كيلو. محاسب عليه على بغله. على بغله دي مسؤوليه. تحمل مسؤولية. ايوه تحمل. أيوة. لماذا؟ لان انا حمول. كيف اكون مسؤولا ان لم استطع اتحمل مسؤوليه؟ حفيده لعمر الثاني عمر بن العزيز لما ما عرفش يوزع مال الزكاه امر الجنوب وامر الناس ايه ينثروا الحبوبه على قمم الجبال لكي لا تجوع الطير في عصر عمر بن عبد العزيز. دي مسؤوليه. يبقى لماذا؟ ها؟ زي ما حضرتك قلت، لان انا اريد ان اكون مسؤول الذي سيسألني يا سماحة الله قبل أن أقبل بين يدي الله سبحانه وتعالى، سيسألني المريض والأسير والمظلوم والمقهور والأرملة، ها، والشيخ الكبير، وحيحاسبني أيضا المريض إلى آخره إلى آخره إلى آخره. شوف الحساب قد إيه؟ فالجماعة اللي واخدين دايما بنشبهها كده، والأخ اللي مستلذ المسؤولية هو قاعد على إيه؟ لا يا ريت على الكرسي في ايه؟ لا قول اشوف. ايوه وفرحان قوي. انا اقول له يا بني ادم ده في شرشير في بتاع اللي فيه، هو مستلذ بالقلم بتاعه. بيقول لك انا عاجبني بس انا اقعد هنا، خليه يقعد. خدت بالك؟ انا دايما بقول ايه؟ مسمي الكلمه بتاعت الخازوخ دي مسميها حلبي. اللي عملوه سيدنا سليمان الحلبي الشاب كان بيدافع عن امه في مصر ضد ايه الحمله الفرنسيه، عادوا على ايه؟
ترى خذوا من أفاق من هون. نعم. عشان ما يموتش بدي إيه بعد ما حرقوه كل الشمال. هو يقول لك إيه اللي بيحصل في مصر ده؟ أنا هنزل أدافع عن مصر. هم كانش مصر كان سوري روح ده بس كانت هي كلها أمة واحدة. وبلك فأخذ المسؤولية. فدنا خلاص. خلص في التاريخ من المسؤولية دي. مؤمن على سورة ياسين. مؤمن آل فرعون بس مؤمن سورة ياسين كان بيعمل ايه؟ كان ذاكر في آخر جاء مدينة مدينة لا رجل أحسن مدينة رجل ناس أحسن مدينة كان برا لكن عنده جذام صح؟ كان عنده جذام وكان عنده مرض كده وكان عارف في أحسن مدينة فبيدعي الآلهة بتاعته كل شوية مفيش فايدة فجي مش عارف سيدنا موسى اللي عدى عليه أو حد فعلمه الدين وقال له دخل ادعي لي ربك إنه يشفيني فشفاه فآمن بيه فلما قوم المرسلين في المرسلين هم كانوا رايحين يعني هم اسمه وارسلنا اليها اثنين فعزهم مثالث اثنين هم بثالث اللي هم المرسلين دول لما يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى فقالوا له هندعي لك ربنا انه يشفيك فشوف يعني فلما حس ان المرسلين دول بيستهزأ بيهم وكذا 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 فجاء يسمع الراجل اللي هو كان في اخر المدينه ده عنده جذام الى اخره تعرف عملوه ازاي؟ فضلوا في مره من المرات اسمه ايه؟ أصحاب الرس مش كانوا بيسمينه أصحاب الرس دي؟ أصحاب الرس اللي في البير اسمه الرس في ناس يقولون لهم حرقوه في ناس يقولون لهم قعدوا يتبحوا فيه وقطعوا جس هكذا ليه؟ قالوا اتبعوا المرسلين اتبعوا ما يسألكم أشهر ها؟ إلى فما رأنتوا المسك هذا الأمر دي مسؤولية الشرب المسؤولية أيوة تجاه المجتمع تجاه المجتمع فده نرجع كلمة لماذا؟ أوعى يا شباب إن إحنا نتقلد جمعية لأن المسؤولية هنسأل عليها نبغى نعرف لماذا تعرف ليه ان انت ما تخش اي مخيم من المخيمات بتشوف ايه في عيون الاطفال فرح كل طفل عنده حلم اللي عايز كوره يلعب بيها واللي عايز يروح مدرسه واللي عايز جزمه جديده انا شفت على الجروب بتاعك اسمها المجتمع المدني بنت كانت فرحانه جدا بجزمه كانت لونها كده بامبي نص بود دي يعني شوف نظرتك للبنت في السعاده اللي خارجه من قلبها غير عاديه قد تكون الجزمة اللي لونها بامبي اللي هو نص بول ده قديمة لكن البنت ما شفتهاش من خمس سنين فشوف الطفل ده اللي انت بتخش عليه ده يبقى عنده كل حلمه بيشوف شوف حتة دي خارجة من قلبي هتجيب لي كذا وكذا 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 فانت مسؤول عن حلم هذا الطفل عن الامل اللي هو عايز يعيش فيه والحين يا شباب دي لماذا؟ خلاص واضح على المثل؟ واضح. عايز تحط عليها حاجة تانية؟ طيب كيف بقى؟ أنا عايز أقول لك كيف، أنتوا بقى تجاوبوا عن كيف. كان في أغنية اسمها كان وكنا، كنا وكان أصبح كان في خبر كنا. أنت هتضحك؟ والله العظيم. إحنا كنا. إحنا كنا، طب وإحنا أصبحنا. أنتوا أمشينا؟ أصبحنا. أه؟ يا ليتنا. انت رجعتنا احنا متنا بقى بعد كده انت بعثنا يلا يا شباب كيف لابد كيف انا هديكم مثل احنا في النبات الاسلاميه من 35 سنه لم يكن عندنا لا رؤيه ولا هدف واضح ولا ميزانيه ولا مكتب ولا مجلس اداره ولا شخصيه مرموقه ولا اي بطيخه كل اللي عندنا كان شيء واحد تعالوا نروح نشوف الناس اللي في افريقيا دول نجيب لهم قرشين ايه ساعد فقط والله ما كان في اي شيء والله الذي لا اله الا هو ما كانش في اي شيء لكن كيف اساس كيف دي يا شباب تعرفوا ايه هي قلبه المضغه الذي اذا صلحت صلح الايه الدنيا كله واذا فسدت فسدت هذه المضغة هي كيف ولو ربنا اطلع على كيف عندك في قلبك سيفتح لك ابواب الدنيا والاخره ابواب السماء في الرزق والاخره بقول لك مفيش ولا شيء ده في 17 يناير عام 1984 يوم الثلاث ايه رايك الساعه كام؟ الساعه 6 بالليل وكان معايا الشاب اللي انا كنت بشتغل معاه كان اصلا كان عراقي من اصل فلسطيني. اما كان في بعثات كتير جدا يعني اكتر دوله طلعت بعثات
في السبعينات والثمانينات والتسعينات كانت العرب يعني آلاف حرب آلاف يعني إيه فكان معانا بس هو كان يعني بسم الله ما شاء الله هو كان روح وأنا كنت عضلات يعني لولا روحه هو الله مرضى عنه في المكان اللي هو موجود فيه وتبسمه ورضاه وسكنته وسريرته النظيفة ما نجحش هذا وده ما حدش يعرفه انتوا للأسف بتعرفوا على حالات أنا بيتكلم نص الكلام غلط والنص الثاني غلط والنص الثالث غلط لكن هو هو هذه الروح فما نيجي ننظر كده كيف دي أول شيء في كيف أنت كيف تنجح العمل بقلبك بضميرك ها بإخلاصك بتجردك بالنية التي موضوعها ايه؟ القلب مش الإيمان موقف القلب وصدق العمل صح ولا غلط؟ الإيمان بتاعك بيتحول لعمل دائم عمل يستفيد من المجتمع فدي أول خطوة في خطوات كيف تاني خطوة في العمل إن شاء الله نغلط بس نعمل بنية حسنة نغلط حسنة الله نصلي بين معرفة يبقى كيف معناها نية معناها عمل معناها معرفة لابد 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 نتعلم ممن سبقونا مش مهم مش ممكن كل شوية نبدأ من جديد لابد أن نبدأ من حيث انتهى الآخرين إيه اللي حصل في البلد في البلد الفلاني في البلد الفلاني في القضية الفلانية في قضية عندنا لقاء بكرة جاي في شاب اللي هو من عندكم من الموصل اسمه زنون زنون ولا زنون زنون عارفه تعرف انت دوم بتعرف حتى زنون انت زنون وانا زنون ها اللي هو ازاله الركام في الموصل فاحنا جايبينه بكره علشان يقول للشباب ازاي ازال الركام اللي هو كرمته الجامعه العربيه من شهر او حاجه زي كده شاب صغير شيء بسيط ما بيتكلفش ده مدير مؤسسه كبيره عملاقه تقول لك على كل تند ركام مثلا 500 دولار ولا 1000 دولار الى اخره وخلى المجتمع يشيل الركام عشان تبتدي الشوارع تتفتح المحل تتفتح المباني تبنى مره اخرى الى اخره الى اخره فدي كيف يبقى كيف في المعرفه طب انا زميلي في العراق ما اعرفش شاب صغير تعالى يا ابني قول لنا نشيل الركام في الحياه بتاعنا ازاي كذا كذا وهكذا المعرفه هي اساس النجاح واساس الاستمرار اللي احنا قلنا عليها ده نكت هنا ودي شايفين دي احنا قلنا الاصل في المعرفه انتم لان انتم اصحاب الارض زي زنون هو عامل الموضوع ده الى اخره وفي ابداعات جميله جدا داخل العراق لو احنا عرفنا نتواصل طبعا يعني انا استغربت من اختيار هذا الشخص اللي هو يعني اجى فيما بعد اشهر وازال يعني جزء من الركام جزء بسيط جدا طبعا ما زالت المدينة كلها عبارة عن ركام كويس يعني على الأرض محدودة على الأرض يعني ما نعرف شنو المعايير اللي اعتمدتها الجامعة العربية حتى تختار هذا الشخص وتبرز مؤسساتها ومنافذها وإداراتها بينما يعني احنا جهدنا كمنظمة القسم الإداري كان جهدنا مع المعارك مع القصر يعني كانت يعني المنطقة يعني بعد ما تخلص المعارك في يومين احنا في يوم ثالث احنا نكون مع الناس الجوع اللي طلعوا من تحت الارض يعني. نعم. طيب كيف ما التفت لهذا الجهد والتفت الى هذا الجهد اللي جاء بعد اشهر وهو جهد رمزي. طيب. يعني مجرد هو تكلم بين الناس يعني في هذه السرطوطه مصر شو يسموها؟ تكتك صغير يحمل فيه أرقام يعني يوصل إلى منطقة معينة صح الغرض يعني شو المعايير اللي اعتمدت أنت جات النقطة اللي هي شنو المعايير قد يكون في الوقت اللي أنت قمت بالجهد العظيم ده لم تستطيع أن تعلن عن نفسك الإعلام جزاكم الله خير مقبلك هم اختاروا على اي معنى لازم لابد ان اسال الجماعه نعم عندنا اعلام عندنا اعلام واعلامنا وصل للجميع لكن اكو يعني يوجد منظمات اللي هي ادوات الخارج اختارت هذا حتى تبرز من بين كل الموجودين انا ما عندي مشكله ان انا يعني خلاص انا ليس عندي اي مشكله ان انا ابرز انت او ابرز هو ان انتوا الاثنين بيشتغلوا في المجتمع قد يكون المعايير هو المنظمات الاخرى وضعتها راقت لها ان تختار هذا الشخص هذا الشخص قد يكون هم راوا ان الشيء اللي احنا بنعمله تقليدي كل الناس بتعمله
لكن دي فكره جديده. قد يكون في اشياء كثيره جدا، لكن في النهايه احنا لابد ايه؟ طيب اذا كان هذا الامر ناجح بالطريقه دي وما ذكرناش، تعالوا نتعامل مع بعض. تعالوا نتبنى شخص هو او غيره او الى اخره. ففي بعض التجارب البسيطه اللي بتمثل عند صناع القرار اللي هو الحيثيه اللي هم عايزينها. لان مش انا بصنع القرار. خد بالك؟ انا لو كنت انا عامل في المجتمع هبص المجتمع ككل. في ناس تعمل الف وب وج ود، وتحت كل مجال او تحت كل مسار هيكون في مبدع. مبدع في الاكل، مبدع في ذات الركاب، مبدع في انه يعمل زي حل البطاله الى اخره الى اخره الى اخره. واخد بالك؟ فنرجع للنقطه دي كلها، شو المعايير؟ انا ما اعرفش، لابد ان تسال عنها الجامعه العربيه. لكن احنا نشجع هذا الامر اللي هو اثار انتباه الناس، ونشوف كيف ان الناس في حاجه مهمه يا اخي الفاضل، ان قد يكون ثقافه الناس حاليا غير الثقافه التقليديه بتاعتنا. وعايزين بس نشوف حاجه جديده. خد بالك منها؟ فده اللي هنرجع نقول في النقطه دي اللي هي انوفيتيف. قد يكونوا بيقولوا في توزيع عشرات الالاف من السلال، دي حاجه قديمه احنا عارفينها. وتضحيه غير عاديه، بس احنا عايزين حاجه جديده اللي هي الابداع. قد يكون رأوا في الفكره بتاع التوك توك او اللي هو الفكره بتاع كده ده شيء جديد. واخد بالك؟ فلذلك احنا بردك واحنا بنتكلم عشان ما نظلمش الناس، نرى كيف يفكر الاخرين. في حاجه مهمه جدا انا قلتها في الاول، ليس معنى ان خطابي جيد ان الاخرين فهموني. يعني انا خطابي جيد بس مين اللي هيفهم؟ قد يكون عشيرتي، قد تكون قبيلتي، قد يكون مجموعتي، قد يكون اصحاب فكري، قد يكون اهل المسجد. فلذلك حتى في الخطاب والاعلام اللي احنا بنعمله ده مهم جدا. اصبح الاعلام دلوقتي جزء اساسي ومحوري في ايصال رسالتك للناس كلها في العالم. ويسمى في اللغه البلاغه. يعني ليس كل كلام فصيح هو بليغ. البليغ هو ما يصل يكون وفق مقتضى الخطاب المخاطبين. ما يراعي وما يحقق الغايه من الخطاب وان تصل الرساله الى المستقبل بشكل صحيح. فقد تكون البلاغه دي هي في الاعلام. يعني في مثلا ناس بتعرف تشتغل على الانستغرام. مش كل واحد يعرف يشتغل على الانستغرام يقول له رساله 30 ثانيه ولا 40 ثانيه، راحت زي ما تربع نص ساعه وساعتين ونص ساعه الى اخره. مش كل الناس على السوشيال ميديا وتقول لها فيلم دقيقه ودقيقتين. واخد بالك؟ فلذلك لما ننظر لمثل هذه الاشياء ان المتغيرات العصر الثقافيه والقيميه اللي موجوده، كيف انا اضع رسالتي داخلها واتصلهم بالبلاغه اللي اتكلم عنها اخر. وقد يكون الخطاب الاعلامي بتاعي جيد لكن هو لا يصل لكل فئات الشعب. واغلب فئات الشعب دلوقتي سنها كام؟ الشباب. قد يكون خطاب تقليدي هو بيخاطب الشباب. فلذلك لو هم لقوا ان الشباب دول عملوا مشاركه او حاجه زي كده بالملايين، هيقول لك ده معيار. لان احنا عايشين في عصر، مش العصر اللي احنا تربينا فيه، انا وانت تربينا في عصر ثاني. في عصر احفظ وافهم يا بنت وخد يا بنت وكذا وكذا ويا انت فاهم الى اخره. دلوقتي احنا في عصر ده تك تك طلع لك الحاجات دي وتلاقي مثلا مليون ولا الشوك مش الشوك التوكشو بتاع التلفزيونات دلوقتي. التلفزيونات التقليديه اصبحت خلي التاريخ صح؟ لما انتوا تشوفوا بعض الشباب اللي على الهوكر عاملين لهم يوتيوب وعاملين لهم المحطات بتاعتهم دي بيجيبوا بالملايين المشاهدات. بالرغم ان هم ما بيصرفوش ملايين من الدولارات على نفسهم، لكنهم بيخاطبوا الفئه الكبيره في المجتمع اللي هي فئه مين؟ اللي فئه الشباب في الدرجه الاولى، ثم بعض الكبار في السن اللي بيفهموا ثقافه الشباب. واضح؟ اي حاجه ثانيه بالنسبه لكيف؟ اي سؤال ثاني بقى عشان نكمل المقدمه؟ ها؟ اي اضافه؟ فاز اي حاجه؟ خلاص امسح دي؟ يعني مو بالضروره يكون العمل اللي قدمه يعني يتفاعلون به مجموعه من الناس البسطاء. يعني الدكتور ذكر يعني الحاجه اللي قدموها للناس بسيطه يعني انقاضها يعني يدخل على اللي قدمته مثل المنظمه العمل مالها اوسع اللي شيء يعني صار ما ظلم بالقضيه يعني. انا لا اسال نفسي، انا اسال من ايه؟
من لم ينظر للعمل الابداعي اللي انت قدمته لالاف او مئات الالاف، والعمل الثاني فحط المعايير زي ما اتكلم اكون اين المعايير اللي نتكلم عنها وبنرجع المعايير مره ثانيه. اتفضل يا عبد الله. فكره يعني ده كويس، انا ممكن اشوفها من وجهه نظر ثانيه. طب وانا رجعت السيستم عندي النظام اللي عندك في المعايير، انا بخاطب مين؟ اليه ازاي؟ اليه التوصيل يعني زي ما قلت لك مثلا فكره السلات، السلات شيء عظيم بس، او فكره الاغاثه بشكل عام او العمل في مناطق النزاعات ده شيء يعني ما حدش يقدر يتكلم فيه، بس الله يجزيك خير عليه. ولكن الناس ازاي هو ليه خدوا دي من وجهه نظر انا كتقييم، ان هو خدوها علشان فكره جديده بيشارك المجتمع فيها، وهو عايز يحفز المجتمع من فكره ان هو بدل المؤسسات تشتغل، لا ده المكان زي ما قلت لكم بنتكلم المكان ده بتاعنا كلنا، والله يا جماعه شوفوا الفكره البسيطه دي يلا اعملوا زيها. انما فكره المؤسسات ده شيء عظيم محدش يعني محدش هيجازيك عليه فيها. اه طبعا في معايير ثانيه هو اختاروها و زي دي حاجه ثانيه، انما النقطه الاساسيه اللي ممكن تكون موجهه للمجتمع في وجهه نظري هي دي. حتى اللي عايز تضافه اضافه صوتيه، انت قلت ايه في الاول كده كلمه انت كنت عادبنا عليها حاجه انا رجعت السيستم عندي اللي انت كنت عايزه. طيب احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي؟ اتكلمنا عن لماذا وكيف ومن نحن والاربعه عنه رؤيتنا قدرتنا حاجات دي اساسيه، حاجات دي اساسيه احنا نقول ايه نبدأ. وعدم التسارع دي بقى مهمه جدا، دي التدرج. التدرج انا بسرع على ايه؟ هقول لك حاجه بسرع على النبي. انا عملت انا مقسم الفقه لجزئين، فقه مجتمعي تخصصي، انت مثلا في الطب، انت في الهندسه، انت في الزراعه، انت في المياه، انت في التعليم، انت في الاقتصاد، انت في اي حد صيد الاسماك الى اخره. حتى في الطب، الطب داخل تخصصات، حتى داخل تخصص التخصصات في الطب في العظام، يعني مثلا كنت زمان يقول لك ده دكتور عظام واخدك من فوق لتحت، لا دلوقتي في الكتف في الكوع وفي الرسم وفي المفاصل بتاعت الصباع هنا العظام وهكذا. ها ده تخصص عظام، طبيب عظام، مفاصل مفاصل بس المفاصل مش كلها على بعضها. روماتولوجيست. ها انت دكتورجي ولا عظام؟ روماتولوجيست. روماتولوجي. اه يا سلام. افاقيه في حاجه مش بس في الطب كله، في جزء من الجزء من الطب زي ما كنا بنتكلم دلوقتي في حتى في حتى مش في اللغه العربيه كلها، في حتى بس فلما ننظر لمثل هذه الاشياء نجد ان احنا في وقت من الاوقات لابد نغير الفكر المجتمعي للعمل الانساني. الفكر المجتمعي للعمل الانساني بمعنى ايه؟ بمعنى بس نتألم. انا دلوقتي عندي كارثه وعندي عمل اغاثه عايز اقوم بيه. عمل لا خلاص. عمل اغاثه خلاص؟ كل الفلوس او 90% من الفلوس او الاموال اللي بتيجي لاي جمعيه خيريه هي في العمل الاغاثي، صح ولا غلط؟ صح. انا بقول وده بقى رايي الشخصي اللي انا اقاتل عليه وانا مسؤول عنه امام الله سبحانه وتعالى، ان انا بقول ان انا ساعه الكارثه هقسم ميزانياتي اللي هي فلوس الكارثه الى جزئين، 70% العمل الغازي خلاص؟ مش 100%. ليه؟ لان بعد التلفزيون ما يروح ويروح البيت مفيش حد هيديك ولا مليم. تيجي تقول لي عايز اعمل دوره للخضرات، عايز اعمل تنميه، عايز اعمل كذا، عايز اعمل كذا، عايز ابني المحليات، يعني بعد السنامي في مؤسسات ما عرفتش تصرف الفلوس بتاعها لمده سنه. لماذا؟ الملفات مش موجوده والموظفين كلهم ماتوا سنه ما عرفوش يصرفوا الفلوس بتاعتهم. معايا؟ ال 30% التانيين انا هقسمهم على الحاجات اللي ما بتجمعش فلوس بعد كده، اللي هي بناء القدرات، الاماكن اللي فيها تنميه، عايز انمي في منطقه ما فيهاش كارثه او ما فيهاش حرب،
عايز ابني المحليات حتى. يعني انا هديكم مثلا دلوقتي، لو احنا دخلنا بلد ما خارجه من الحرب واثار حرب، وقلنا هنعيد الاعمار، وفي 5 مليار جنيه لاعاده الاعمار، كانت المحليات ممتلئه، كانت الحكومه المحليه ضعيفه، ال 5 مليار و 10 مليار دول هيروحوا فين؟ هيضيعوا، لان ما عندكش جهاز رقابي قوي يستطيع صرف مثل هذه الاموال. صح ولا غلط؟ فانا من الناس اللي بقول انا مش عايز فلوس بالمليارات في الوقت ده بالذات، لان ما كانش في فساد هتخلق الفساد. لان الفساد بيجي مش لان انا سيء، بيجي لان انا ما عنديش جهاز رقابي يمنعني عن التسيب. فزي جزء منها ان انا ابني المحليات، بيسموها النبي في العراق المحليات دي اللي هي البلديات. بلديات ها؟ مجالس محليه. مجالس محليه. يبقى ده جزء منها. جزء منها ان انا اعمل احتياط استراتيجي. من اول يوم في الصراع المسلح انا بطلع 2% 3% او 5% سيبهم من احتياط استراتيجي ما بعد الحرب. تبقى موقوفه. موقوفه وقف زمني لما بعد الحرب. والله انا يعني مثلا لو انا مثلا بدوس في القضيه السوريه دلوقتي بقى 7 سنين او 8 سنين. 8 لو كان انا عندي 8 بخش لي كل سنه 10 مليون. وقلت ان انا في كل سنه من اول يوم الى يومنا هذا هطلع مثلا 200 300 ألف اسيبهم، اصبح عندي دلوقتي ايه 3 مليون. او 4 مليون. او 5 مليون. او 2 مليون. لما هيجي الاعمار انا محتاج الميزانيه في وقت ما فيش فلوس بتجيلي، حسيت ان انا اخد الاحتياط الاستراتيجي ده احطه على الطاوله. هنا بيجي بقى رؤيه مين؟ رؤيه مجلس الاداره. وقدره مجلس الاداره على انه يتحكم في نفسه ويعلم المانح ان لابد ال 30% دول ابتدي ايه؟ ابتدي من اول يوم اقول يا اخوانا انا مش هيجي لي فلوس بعد الايه؟ بعد الاعلام هيختفي. مش هيجي فلوس. دلوقتي السوري اغلب المؤسسات السوريه اللي موجوده في تركيا دلوقتي بتغلق. ليه؟ لان كانوا معتمدين على على ايه؟ على مانح واحد. ها؟ المانح ما اصبح ما عندوش فلوس. فانت ليه بتعتمد على مانح واحد؟ ليه ما حولتش نفسك احتياط استراتيجي الى اخره الى اخره. فانا بتكلم في ال 30% دي نعمل فيها محاضرات ونعمل فيها نظريات. لابد نضغط على الامم المتحده وتقول لها هي والدول المانحه انا عايز ال 30% دي من اول يوم. عشان بعدين انتوا ما تمشوا انا المجتمع اللي انا قاعد. انا المجتمع. انا المال ده بتاعي انا. مش عايز اصرفه. يعني احد الاخوات السوريات كنت بتكلم معاه من اسبوعين انا هو بتقول لي جات لنا منحه مش عارف 400,000 ولا 300,000 ولا 500,000 من جهه معينه في الامم المتحده ولابد تصرفيها في 3 اشهر او 6 اشهر. تقول له انت معملها سنتين انا عندي القدره عشان هي ماشيه. تقول لها هو كده. يبقى هي بتقول لي انا بأهدر المال. يبقى الفكر بتاعنا يا شباب ان احنا نطلع فكر جديد يستطيع ان يقول للمانحين يا مانحين يا مانحين يا مانحين اسمعونا، نحن اصحاب المعرفه ونحن اصحاب الابداع ونحن اصحاب الحل المستدام. احنا اللي هنحل المشكله مش الفلوس فقط. اذا كانوا نحن نفسنا هذه الشخصيه المجتمعيه بكتل كبيره من المؤسسات سنستطيع ان نغير ايه؟ ثقافه ايه؟ المانع بالنسبه لنا. واضح يا شباب؟ ده حلم. لما انا ما عملتش حقه مش حقه. خلاص؟ التدرج مهم جدا. أنا ممكن أقول في التدرج إيه؟ العمل التقليدي مفيش مشكلة. يعني هديك أنا أمثلة ثانية عشان إيه بس إيه؟ خد تركيب كده عشان التلفزيون بيعمل قطع في الأسئلة التلفزيون بتاعنا مش كده؟ عندنا تلفزيون كتير إحنا أمشي واضحة ال 30% دي؟ والله هي صعبة الحصول عليها. أنا عارف. هو أصل لا. ومين اللي قال صعبة؟ ما انا بقول لك ما فيش حاجه سهله. ما فيش حاجه سهله. حتى جوازك صعب. زواجك يعني صعب. تربيه الاولاد صعبه. ارضاء الوالدين صعب. بناء الجمعيه صعبه. فكل الاشياء دي تحديات. انا لذلك انا قلت ايه في الاخر؟ نجتمع احنا على رؤيه واحده كجمعيات معينه. ونبتدي نطلب. طب ده نستطيع ان نصل ل 30% لكن لو خدنا 10% ممتاز. لو خدنا 10% ممتاز، لو خدنا 10% ممتاز، بس ناخد حاجة ما تخلينيش إن أنا بعد الكارثة ما تحصل ألاقي مفيش حد يديني ولا مليم، بقعد في المؤسسة، هنا مئات المؤسسات السورية بتغلق. ليه؟ لأن مفيش تمويل لها، ما عملوش يوم الحساب ده اللي هو في يوم من الأيام هينخدع المال عنه.
يا ما حذرنا من ثلاث سنوات بعد سنين لكن هم كانوا مهمين في حضن جمعية في بلد الماء أو بلد الماء أو بلد الماء إلى آخره، والآخر لا ما فيش حاجة. فذلك أنا بقى بحذر وهنستطيع إننا ننجح إذا اتحدنا وعملنا لنفسنا صوت واحد. يعني صلى على النبي يا شباب، أنا عندي ورقة عمل وزي ما تقول نظرية جديدة جميلة جدا خلاص ومبدعة، حبيت أن أعرضها على المجتمع. لو أنا نزلتها لوحدي هيبقى تأثيرها في المجتمع تأثير شخص واحد أو جمعية واحدة. أنا عايز أعمل فيها السبق على الشعار بتاعي إن هو الشعار الأول على اسم جمعية، هي الجمعية اللي عملتها، ها؟ وده جزء من الفشل. بالرغم من الفكرة إيه؟ مبدعة، صح؟ جزء من الفشل. لكن لو أنا صبرت على هذه الفكرة الجميلة معايا وكلمت جمعية اسمها إيه؟ كلكم جمعية اسم الجمعية؟ كذا وكذا وكذا وكذا، وعرضت الفكرة دي على كل هذه الجمعيات. قلت لهم يا اخوانا خدوا وقتكم اسبوع ولا اسبوعين ونزل الفكره الابداعيه دي باسماء 10 او 15 جمعيه او 20 جمعيه، تاثيرها هيكون ايه على المجتمع؟ اقوى اقوى بكتير. لكن الفكر الاحادي اللي احنا بنحاول نسبق به الاخرين هيخلي الفكره الجميله دي ما تطلعش زي شجره النخله، تطلع زي البرسيم. ما يراهاش الناس اللي فوق البعيدين، يراها فقط الناس اللي تحت. فحضرتك عايزين نعلم نفسنا ان حب الشعار المؤسسه وحب اسم المؤسسه ما يطغاش علينا ويكون اقوى من حبنا للمجتمع اللي نعمل من اجله. انا هديكم مثلا احنا عملناه من سنتين، هنعمله السنه دي برضك في اخر السنه. لو انتوا عايزين تشاركوا فيه هقول لكم تبقى تبعتوا مندوب في اخر السنه في اسطنبول. مؤتمر احنا عملناه خلاص يا شباب، مؤتمر احنا كجمعية عملنا مؤتمر ده. تعرف قررناه امتى؟ كنا جمعنا احنا ورش عمل كتير جدا للترتيب لمؤتمر القمة الإنسانية اللي اتعمل 2016. وكان عندنا رؤية. لا قالوا الرؤية هي المستقبل، مين قالوا الرؤية هي المستقبل أول واحد فيكم؟ دكتور. ده دكتور في إيه؟ أنا في علوم إسلامية. ده مش دكتور في حتى يعني. أنا حتى الدكتورة حتى الدكتورة حتتني في قفايا. كمل بقى. وقفت حروف. وقفت حروف. خايف كمل. أنا علمت إزاي في المصريات القدام في العصر الحجري لما كانوا بيحبوا الحامة تيجي تخطب البنت كانت بتعمل إيه؟ والله دي أنت لازم تحكيها، دي قوانين معقدة جدا يعني. تقعد البنت وتطلعها على الكرسي وتديها حاجات بندقه كده عشان تكسرها تشوف سنها شكلها ايه، تقول لها حاجه ناحيه عينيها كده وتقول لها بص فيها عشان تبقى تشوف عمر ولا ما تشوفش، تحضنها بقى في كل حته باسمها. ايوه وتشدها، ايوه كده كده وتشدها بشعرها شغلت السينما المصريه. تقول لها يا بنتي ايه الجمال ده وتشدها كده وتتصور. وبعد كده بقى كوبايه القهوه ولا فنجان القهوه لو من غير وش تبقى صدق. عشان وش القهوه يعني ايه؟ الرغوه. الرغوه اللي فوق ده، ايوه. ايه ده يا بنتي ده خلاص يا ابني نطلع بره مش عارف تعمل فنجان قهوه. كنت بقول بيها انا زفت دلوقتي، كنت بقول ليها قبل كده يا عبد الله المؤتمر اعتبره نهايه السنه. فكان عندنا رؤيه للمؤتمر ده في ديسمبر 2015. الرؤية هي ماذا بعد المؤتمر؟ لما احنا قعدنا مع متحنا احنا احد الميسرين لمناقشات كتير جدا اللي هو متحنا في 36 في 36 دولة. ففي هذه الرؤية ها حطينا ماذا بعد؟ لازم انتوا في كل عمل تعملوا ماذا بعد؟ يعني مش احنا عملنا ورشة عمل لمجرد ورشة عمل، ماذا بعد ورشة عمل عشان نغير؟ فقلنا ماذا بعد؟ واحنا في ديسمبر 2015 كان المؤتمر في يونيو 2000 ولا مايو 2016. فلما قعدنا مع الامم المتحده لانهم بيقولوا ايه ماذا بعد؟ مسكتوا لان لسه ما خلصناش المؤتمر تيجي تقول لنا ماذا بعد؟ المهم كنا احنا عاملين رؤيه. فحددنا الرؤيه دي واركانها في 5 ديسمبر 2015. لم نعلن عنها في المؤتمر. كيف اعلنا عنها بعد المؤتمر بثلاث اشهر؟ يعني شهر يوليو او اغسطس. قلنا احنا عايزين نعمل مؤتمر ايه يعمل كذا وكذا وكذا وكذا. مين صاحب الفكره؟ احنا.
لكن لما جينا نجيب المؤسسات الكبيره اللي تخش الرقابه عندنا ما عملناش الشعار بتاعنا هو الشعار الاساسي. بلد اجتهد قول بسم الله واجتهد اعطيك صح لو قلت بسم الله لا اخطات قل لك اجر ها اذا اخطا انا فلما ننظر لمثل هذا الموضوع واخبر حضرتك قلنا دخل معانا 35 مؤسسه كشركاء من اول يوم بفكره فكره مين؟ فكرتنا احنا صح؟ لكن احنا ما رضيناش نستثمر بيها لانفسنا وحطينا شعار المؤسسه وسط ال 35 شعار. خلاص؟ السكرتاريه كانت سكرتاريتنا احنا اللي بتدير الملف ده. لكن لما جينا قلنا السكرتاريه شلنا اسم المؤسسه من المسؤول. قلنا له دلوقتي انت مسؤول السكرتاريه في المؤتمر مش مسؤول مؤسستنا احنا في المؤتمر. شيل ايه؟ الصفه الوظيفيه بتاعتك. فكانت مؤسسات كبيره اللي عندها 100 مليون واللي عندها 500 مليون و300 مليون اصبحوا شركاء. مع مؤسسة كل راس مالها يمكن ربع مليون او اكثر او اقل. ده اللي هو الميزانية بتاعتها. فإذا أنت عايز الفكرة بتاعتك تنجح في التضارب لابد إنك تجيب حواليها ناس. أنا في الأول بدأت بإيه؟ بالعمل التقليدي اللي هو إيه؟ رمضان، الأضاحي، الإغاثة، الإنتاج، كذا كويس ممتاز ابدأ بيه. ابدأ وابدأ 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 وابدأ. وبعد كده طول ما أنت بترتقي خرجنا من مرحلة الحضانة للابتدائي للإعدادي للثانوي للجامعه للابحاث لكذا لكذا ما تقعش انت في مرحله واحده لو انت وقفت في مرحله واحده خلاص انت بتقضي على النمو الراسي الفكري المؤسسي وده اللي احنا عملناه يعني هو دي فكره تجربه عمليه خدت مننا 35 سنه من استجابه لغاثه الى التكلم عن الابحاث اقول لكم يا شباب انت في هنا مؤسستين ابحاث راح فين الاخ الموجود ابحاث طيب انا عايز كل جمعيه من عندنا تشارك في عمل بحث وتديها لجمعيه بحثيه او لجامعه ما عندناش احنا مؤسسات ابحاث قويه في بلادنا صح ولا غلط؟ ما عندناش مؤسسات بتاعت ثينك تانك اللي هي بتاعت ايه يعني ثينك تانك فكريه صح ولا غلط؟ فكل مؤسسات الثينك تانك دي جايه لنا من بره وتعمل لك حاجه كده وتصنفها على اساس ايه؟ انا ما عنديش مؤسسه ترد عليها بفكره ترد عليها ببحث فلذلك في النمو في التضارب ده بتاخد من الاغاثه العمل التقليدي الى تخش عمل الحقوق الى كذا الى كذا بما يتوافق مع المعايير الانسانيه لمؤسسه لكن انا عايز ابني بحث كم احنا بنصرف من ميزانياتنا على الابحاث وانا لازم اعمل قسم البحث ده انا والله يا اخوانا ايه بس القضيه اللي انتوا عايزين تبحثوها في اي مدينه في المدن عندكم؟ اي قضيه من القضايا اللي عايز تبحثوها؟ قضيه التعليم 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 طيب خلاص نجتمع مع بعض ونروح مع جامعه متخصصه اه مع مركز بحث متخصص قول له والله المبدا هنعمل لك الداتا المعلومات وانت حللها واعملها كذا وكذا 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 وطلعها هتتكلف كام بدل ما انا هعمل قسم للبحث وإدارة البحث احنا كلنا الموضوع ده هيكلف مثلا 100,000 دولار على 10 جمعيات او 15 جمعيه بقى 7,000 دولار لكل جمعيه اللي عملتها جامعه معينه او هيئه معروفه مرموقه معينه لما هياخد البحث ده باسم الجامعه دي الناس هتقراه السياسيين هيقروه الحكومه هتقراه لكن لما هياخد بس باسم جمعيه مش هقراه دي وجهه نظرك انت كجمعيه من 4,000 جمعيه لكن دي جامعه مستقله ها عندها كوادر وعندها كذا وعندها كذا وانتم جزاكم الله خير اللي هو ايه؟ اللي هي الداتا اللي هي المعلومات اللي الجامعه مش ممكن تحطها بيها وبدل ما تعملها جمعيه واحده تعملها 10 جمعيات او جمعيه يطلعوا مع بعض ويطلعوا في المؤتمر الصحفي مع بعض مع الجامعه يقولوا احنا عملنا كذا وكذا 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 فلما الحكومه ترى ان في 10 15 شعار موجودين وترى وراهم جامعه معينه او مركز بحثي مرموق الى اخره هتستطيع او هتستطيع ان تؤثر على حيثيات صناعه القرار الحكومي في هذا المكان. لكن اللي احنا بنعمله ده من خبرتنا البسيطه ان احنا بنستهدف بانفسنا عن الاخرين. عشان كده بيطلع المنتج ايه؟ ضعيف. جزاكم الله خير. يبقى ده بقى ايه؟ تضرب. في حاجه ثانيه عايزينها بس قبل ما تعملوا انا ما عنديش مشكله انا لغايه كل ما يعني
مشاوير الصبحيه وتقولنا تعالى خذيت على طول. عفوا استاذ، هي منظمات غير حكوميه بلا ما نختلف. نعم احنا شفنا من خلال يعني عملنا، خصوصا يعني احنا عملنا محلي مو دولي، مش مشكله جزء انتم عملكم دولي ومحلي ورا المحلي. احنا نشوف اكبر عقبه امام انه التطور او ممكن المنظمه تقدم خدمه للناس هي الحكومه. نعم فده يعني ارى ان حضرتك تربط الامر بالحكومه بالامم المتحده وبالجسمه. تدري هذول هم عندهم معايير، شلون معايير انه فلان لازم ياخذ جائزه وفلان ما ياخذ جائزه. يعني هي مثلا ناديه مراد ايش قدمت للامه الانسانيه وحتى تحصل على جائزه نوبل، سوى انها تفتخر ان اختصرها اربع او خمس اشخاص من مع العلم سجناء ابو غريب اللي اعتقلتهم القوات الامريكيه يعني اختصروا حتى الرجال. فانا اشوف مع يعني ربط المنظمات غير الحكوميه بالعمل الحكومي وبالامم المتحده انا اشوفه معرقل لعمل المنظمات وليس مساعد لتخدمه. لذلك بالاخر وجهه نظر معتبره ومحترمه وواقعيه، لكن انا ازاي هاثر على الحكومه عشان تغير قرار سياسي؟ انا اللي بتكلم عليها يا فنان ان انا عايز اعمل شيء يكون لي حيثيه قويه تستطيع انها توجه. انت في الحكومه دي في اعضاء برلمان صح ولا غلط؟ في ناس يعرفوك ومؤمنين باللي انت بتقوم بيه، ده اللي احنا مسمين لوبي من الاحزاب المختلفه. وانت بتتكلم عن مشروع انساني، بتتكلم عن التعليم، وانت بتحط وجهه نظر. لو احنا ما بنيناش تحالف مع جمعيات غير حكوميه كثيره لن نستطيع ان لا نؤثر على الحكومه ولا على الامم المتحده. احنا مشكلتنا يعني مثلا هديك انا حاجه حصلت في مؤتمر القمه الانساني 2016، السوريين لاول مره يجتمعوا مع بعض ويقولوا في هذا الاجتماع ان 80% من اموال الامم المتحده لا تاتي للمؤسسات غير الحكوميه اللي خارج دمشق، اللي خارج سوريا يعني. ودي ضغط جدا على الامم المتحده انها تتوزع بعض الاموال دي على المؤسسات الكثيره سواء كان في الاردن او في لبنان او في تركيا. لو ما خرجوش بهذه الاحصائيات وقفوا قدام الامم المتحده وقال لها انت لابد يكون متعدد، صحيح في نازحين في الداخل تحت رعايه الدوله، في نازحين تحت رعايه الجمعيات دي، وفي لاجئين في تركيا وغير تركيا، فلابد انت من غير الضغط ده مش هيحصل ان الامم المتحده تغير قرارها السياسي او لان قرار الامم المتحده دي مؤسسه حكومات. فارجع مره اخرى اتكلم فيها، انا متوافق جدا مع اللي بقوله، بس انا بعمل منظومه تستطيع ان تؤثر على تقليل سموم اي قرار انفرادي لاي حكومه. لن يتغير هذا او يخفف منه الا عن طريق التكتلات، الا عن طريق الابحاث لان بنكتبها. ولابد ان نحاول ان اغلب الاوراق البحثيه اللي بتطلع في بريطانيا هي اللي بتاثر على القرار الحكومي. مش واحد زي حالاتي بيطلع يعيط يقول احنا كذا ويقول محاضره الى اخره، لا اغلبها بتطلع بحثيه بالارقام. يعني في احد المؤسسات من شهر تقريبا نزلت كده مؤسسه بحثيه يمنيه ان في خطوره في الجمعيات الاسلاميه اللي في الجامعات البريطانيه انها بتجيب ناس متطرفين. 56 جمعيه 56 جامعه، تخيل بقى. طبعا البحث كان فرفوش وذكروا مثلا بعض الاسماء كثيره. فانا قعدت مع بعض المسؤولين من حوالي 3 اسابيع جبت لهم بالاحصائيات كم عدد الطلبه في كل جمعيه، بس حاجه تافهه جدا ومش يعني مش محتاجه يعني شيء المعنى انك تعملها. طلع اكثر من مليون طالب خلاص. قلت لهم في الجلسه دي هم يعني ناس مسؤولين عن التطرف الارهابي ده، قلت لهم ده واحد متخيلنا ان 1% من الطلبه سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين قروا التعليم ده وبدأوا هم يتطرفوا واتخانقوا مع بعض دخل كل الجامعات، هيبقى انتم موقفكم ايه؟ بس لو كان 1% من المليون، 1% من المليون كان يعني 10,000 10,000 تخيل؟ لو بعض الشباب اللي هم الغير مسلم اللي هم من اليمين الى اخره، او بعض الشباب المسلم اللي هم يعني اصبح
متحمس الى اخره واصطدموا في الجامعات دي، انتوا هتكون تكلفه الصدمات دي عليكم انتوا كهيئه ولا على المؤسسه اليمينيه اللي عملت كذا وكذا 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 دون معرفه؟ فهم اهم حاجه في في في, في الكلام اللي هنقوله كان هو ايه؟ المليون مليون طالب في سن 18 او 17 ل 22 هو السن اللي بيحصل فيه مواقف. وما تقدرش توقفها، انت ماسك في 56 جامعه. ومننظر مره اخرى لابد علينا ان نكمل نكون كتل ونتعلم ان نتعامل مع بعض كشركاء مش لازم كمنافسين. على المستوى الوطني. على المستوى الوطني. واخد بالك؟ فلذلك هتلاقي بقدر ان حرفيه وشفافيه ومصداقيه البحث اللي انت عامله تستطيع ان تؤثر من خلال اصدقائك داخل اي دائره من الدوائر الحكوميه ان هم ايه؟ ان لم يغيروا القرار لكن على الاقل يقللوا من سلبيات القرار. اللي انا بقوله هو مسيره فيها تضارب. هل احنا نستطيع ان احنا 10 15 جمعيه نقعد مع بعض نفكر برؤيه واحده؟ ده السؤال. السؤال مش الحكومه هتوفر ولا توفرش، لا. السؤال احنا هنقعد مع بعض ونسخ بعض ولا لا؟ شوف الاصعب فين؟ الاصعب هيكون عندي انا. هل انا هستطيع؟ يعني لما بضرب المثل بتاع المؤتمر من سنتين ده الشباب اللي كنا شغال معاهم بيقول طب ده احنا فكرتنا والمال احنا اللي نجمعه، قلت له ولا الشعار بتاعه يكون زي 35 شعار. لان في 35 شعار ده كان فيه زي ما قلت في مؤسسه عندها 100 مليون و200 مليون واحنا بقول لك ربع مليون. فلما هيحسوا ان احنا بنستاثر بشعارنا على شعاركم هيعملوا ايه؟ يا عم دول واخديننا احنا بطيه، واخديننا احنا ركوبه، واخديننا احنا كذا. وده اللي انا بتكلم عليه، كيف نستطيع ان نجلس ونتفق؟ ان شاء الله يكون على بحث بسيط لا نختلف عليه كلنا. اذا اردت ان تؤثر على القرار السياسي لاي حكومه في العالم. سواء كانت حكومه محليه او حتى الامم المتحده، في مداخل الامم المتحده انا خايف فيها بس انت ادينا البحث، واحد كان بعت لي رساله من اليمن من كام يوم، اليمن فيها كذا فيها كذا، انا كنت في اليمن، اعوذ بالله من شر هذه الكلمه. وقبل ما يعلن عن الكوليرا في اليمن في 2017 كنت انا واقف في المستشفى ال70 بتاعت الاطفال في صنعاء بقول لهم ان في كوليرا في اليمن. فكنت بغطي الكلمه بتاعتي كان كل المؤسسات التعليميه داخل ايه؟ داخل صنعاء. قبل الامم المتحده بساعات بتعلن عنها، بالرغم ان كانت ايه الاحصائيات الامم المتحده. فانا خدنا من الاحصائيات دي اللي مكتوبه على الويب سايت بتاعهم وعلناها على المدى. فاضطروا انهم يعلنوها. من كام من مش عارف ابريل او مايو 2017 كنت انا هناك في صنعاء. فلما ننظر لمثل هذه الاشياء انت استفدت بايه؟ بالاعلام. الاعلام اعلن واضطروا الناس انهم يتعاملوا مع قضيه الكولر كانها قضيه محوريه. ولما كان لما الاخ كلمني قلت له هات لي قال لي كم جمله كده، قلت له ما ينفعش، هات لي احصائيات، هات لي تقارير عشان لو احنا هنعمل معادله هنعمل شيء بناء على خدت بالك في حاجه بناء على هتلاقي حكم في القضاء او في اي حاجه ثانيه بناء على بس اهم حاجه بناء على من نحن لكي نجلس مع بعض ونتفق على شيء بسيط يفيد المجتمع دون ان يستغفل بنا منا احد على الاخر في داخل المجموعه دي كلها. احنا عاملين جمعيه اسمها مسلم تشايلدز فورم مجمعه كل الجمعيات الخيريه الاسلاميه مش كلهم طبعا حوالي 17 او 18 واحده. اساس الجمعيه دي كلها ان رئيس الجمعيه ما يكونش منتسب لاي احد من الاعضاء عشان ما يكونش ليه يقدروا ان هو ياثر على القرار السياسي بتاعه. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه اللي حطيناها ان في ربع اعضاء الجمعيه يكونوا من المستقلين. خلاص؟ يعني في مثلا 75% من اعضاء الجمعيه 25% من المستقلين عشان يكون في توازن. الأمر الثالث الذي يختار العضوية الجديدة ليس من أعضاء الجمعية لكن ناس مستقلين من بره يبصوا لكل جمعية قدمت عندها تكون عضو يشوف هل المعايير بتاعتها تتمشى مع المعايير بتاع الجمعية الحالية ولا لا. ده جزء من الشفافية. يبقى الرئيس مش من الجمعيات اللي هي الأعضاء
اغلب التكتلات اللي عملناها شباب الرئيس بيقول من احد الجمعيه، واغلب النقاشات الخلفيه بعض الانتقامات انا عامله بايه؟ تعالى روحنا خلينا شباب الحته دي عشان جمعيتنا من لا ده بيحصل، لكن انا لو جبت رئيس مستقل عن كل الجمعيات وحطيته حطيت في التكتل، انا عمل التكتلات ده شيء جديد لابد احنا ايه نؤمن بيه عشان نبتدي نعمله. احنا ما عملناش قبل كده ليه؟ لان المجتمع في العراق كان في 30 سنه اللي فاتت يعني اسمها ايه؟ محروم من العمل المجتمعي المؤسسي. وان كان هناك عمل مجتمعي فردي، يعني انت مثلا لو حصلت مشكله في الحي بتاعك بتدخل تساعد جار كفرد صح؟ واحده اتطلقت بتساعدها، واحد جوزها مات بتساعدها الى اخره الى اخره الى اخره. لكن العمل المؤسسي كانت انت محروم منه. العراق وليبيا وسوريا الى اخره. الشعب كان مغير عنها. لكن انت بتعمله ايه كفرد؟ والدك والدتك خالك عمتك الى اخره. دلوقتي احنا الاثنين كان داخلين، خلي بالك العمل في العراق تقدم جدا عن اي دول ثانيه. فاحنا عايزين نوصل برضك في المرحله دي اننا كيف نقعد مع بعض بعد ربنا ما اكرمنا في العشر سنين اللي فاتوا ولا الخمس سنين اللي فاتوا او الست سنين اللي فاتوا وعملنا جمعيات، ان الجمعيات تقعد علشان تتكلم بينها وبين بعضها بشفافيه واريحيه عن ماذا نفعل العراق جميعا. ان شاء الله يكون شيء بسيط. ان شاء الله يكون شيء بسيط. ان شاء الله يكون شيء بسيط. وانا شباب في التضرر. عايزين ترتاحوا دلوقتي؟ ايوه ايوه والله ايوه والله. هردنا قول لي قول لنا هردنا. هردنا وهردنا. بس اهم حاجه في الموضوع ده اننا بنعمل دراسه حاله، دراسه المجتمع. ادونا حي من احياء كده او مدينه من المدن. اي مدينه او اي حي. مخيمات. مخيمات النزوح. انا بدرس مخيمات النزوح دي. قد تكون مخيمات النزوح دي مع الامم المتحده او معايا مؤسسات. انا بدرس بشوف مخيمات النزوح دي مع القائمين عليها ايه الحاجات اللي هم عايزينها. علشان ما اوزعش مواد تكون هي بتتوزع من اي حد ثاني. مكرره. مكرره. فلابد يحصل زياره ميدانية سواء كانت هم في مراكز اجتماعية ومراكز إيواء أو في مخيمات النزوح. والله في مسمى مخيمات النزوح فلان وفلان 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 وفلان. آخذ منه الإحصائيات أقول له والله أنت عندك إيه عجز في إيه؟ أنا عجز عندي مثلا عجز في المية. أودي لهم عربيات فيها مية. أنا عندي عجز في الدواء أودي لهم الأدوية. أنا عندي عجز في الطعام أودي لهم الطعام. ما أروحش أي مخيم من دول أوزع فيه دون ان اعرف ما حاجه الناس لهذه الاشياء. واللي احنا اتعلمناه من قضيه السوريه كثيره جدا ان صناديق الاكل ما زالت بترسم ونصها او ثلاث ارباعها بيباع في نفس اليوم اللي بيستلموها فيه. لان الناس قالوا من ثلاث سنين مش عايزين اكل. مش عايزين اكل. كنت انا بتكلم مع احد الاخوه اللي مسؤول عن جمعيه كبيره جدا في انطاكيا. قال لي انا عارف الصندوق بتاعنا اشوفه كده واشوفه بعد كده بنص ساعه. في السوق لان الشخص اللي هناك عايز ايه؟ عايز فلوس يعيش بيها يشتري بيها حاجه ثانيه مش عايز اكل. فلذلك لابد اننا نعمل اول شيء نعمله ايه؟ اننا نعمل حاجه دراسه حاجه مجتمعيه من خلال المسؤولين او خلال اللي هم عاملينها. اتفضل. احنا عندنا مشكله احيانا وهي التعامل ويا بعض المخيمات. المشكله هي انت من تجي تعرض الفلوس وتعرف هم النازحين داخل المخيم بحاجه للفلوس يعني الماده، ابو المخيم يقول لك انا اموال ما اقدر اتوزع بمحاضر يعني من عنده محظور امني غيره، ولكن جيب لي مواد. وانت تعرف بين المواد احنا نشوفها احيانا في داخل المخيم اكو اسواق المواد تنباع مال الامم المتحده مال جمعيات إماراتية مكتوب الامارات الكويت كل الدول كل الدول. هنا شلون نحل الاشكاليه؟ طيب هو هنا اللي احنا بنعمله ان احنا نقول لهم طب هم عايزين ايه مننا؟ ان انا برضك مش عايز اجيب حاجه يروح يبيعوها برضه. ممكن ودي المشكله بقى تكون بينك انت وبين المانع. بينك المانع. المانع قد يفرض عليك في رمضان جاي صح؟ نعم. رمضان ده المانع عايز افطار الصبر. شئت ام ابيت. صحيح. وانت تعرف تماما انه نص السلال الغذائيه في رمضان او غيرها هتتباع في السوق.
ربع الدفع ربع الدفع دفع وانت غير تعب كمان غير تعب انت كمان فاحنا لابد نرجع للمانع بتاعنا اللي بيدينا ده ثلاثة نقول له ده مش نافع محاولة اقناع ايوه فلذلك نرجع بس للكلام اللي احنا قلناه من شويه ان كيف ان احنا نقعد كجمعيات مع بعض ونتفق على اننا يا اخواننا السله الغذائيه في رمضان مش مجديه لان الناس مش عايزين اكل الناس عايزين حاجه ثانيه فممكن ناخد نص فلوس في سله غذائيه والنص الثاني نعمل حاجه ثانيه للمجتمع ده احنا نفوز بس في رمضان نقول مثلا سله غذائيه لاطعام الجائع والجائع اللي ممكن يكون في رمضان وخارج رمضان سله غذائيه لاطعام الفقير رمضان خلي رمضان صح ولا غلط وهكذا بس كل المانع ارجوك ادينا جزء من السله الغذائيه ده ان نعمل بيه مشروع للناس يعني قول للمتبرع عندك مثلا في دوله ما ان احنا السله الغذائيه بتتكلف 50 دولار هنطلع منها 20 دولار عشان نعمل بيه مشروع اخر جنب السله الغذائيه يبقى السله زي ما تبقى تكون ب 50 دولار او 40 دولار تفقد 20 دولار وال 20 دولار ده انا عايز اتحكم فيهم كجمعيه اعمل لهم شيء لانهم عايزين ينتقلوا من لهم يعني المراه انا ذكرتها قبل كده كانت مش عارفه تجيب لاولادها اكل في يوم عيد الاضحى المجتمع او الزياره في العراق دي انا مش عايزها تبقى واقفه زينا ممكن تشتغل في البيت ممكن تجيب لها مكنه ممكن تجيب لها اي شيء تشتغل وتاكل ولادها مش عايز تمشي في الشارع تلم المصاريف لانها امراه عزيزه وكريمه وعندها شخصيه فلابد وده اصعب حاجه علينا لابد ان احنا نقعد مع بعض في الجمعيات ونقول للمانع يا مانع ارجوكم والله لو انا مش سيبكم كلمه عذرك الله لو الامر بايدي وكنت اقبل مش ايدين هؤلاء المانحين ارجلهم لرحت عشان انهم بطلوا يكسبوا كل الفلوس في الاكل بطلوا بقى خلاص كفايه حرام 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 ورمضان جاي اهو وانا بنقول لكم سواء كان جمعيات عراقية أو سورية أو حتى يمنية دي مناسك مثلا في جمعيات بتروح في نفس المخيم صح؟ وفي مخيمات أخرى ما حدش بيروح غير التنسيق يبقى أول حاجة دراسة الحالة ثاني حاجة دراسة التنسيق لو التنسيق قلنا عندنا مثلا كم مخيم من النازحين 10 15 20 يا اخواننا مين هيمسك المخيم ده؟ مين هيمسك المخيم؟ عشان مش كلنا نروح المخيم يكون جنبنا واسهل علينا ها؟ الامر الثالث هو اصعب بكثير ان نقول للمانع ارجوك ونتوسل اليك خلي نص السله الغذائيه دي نعمل بيه مشروع لكي ينتج الغذاء. يعني نص الغذاء ونص الانتاج الغذاء. ما هو في الافات وفي ما فيش مشكله لا ما انت شوف انت طالما انت ذكرت في التبرع بتاعك ان النص هيتاخد كده وكده مش محتاج كده شويه. هو احنا يعني نصطدم بالفتاوى الشرعيه. مش مشكله اتفضل. الفتاوى الشرعيه تقول لك زكاه الاموال وقف لتوزيعها على الـ يعني المحتاجين. صح. حتى العاملين عليها كوبيهم فتاوى متشدده انه ما يحكم للعاملين عليها. ده مين بقى؟ الفتاوى عندنا في العراق. لا ما في فتاوى اخرى تقول لا؟ ها واكو فتاوى على الاصناف فاذا احنا العاملين عليها بشق الانفس ناخذها من عندهم. على شلون حنقدر نطلع من المانحين انه نصها او ربعها او ثلثها انه نسوي بها مشاريع؟ طيب صعبه جدا. نعم نحن نريد نقول ايه؟ انا رجعت اقول ثاني وثالث ورابع ان ربنا قال عاملين عليها صح؟ انا مش جايب حاجه من عندي. كنا عاملين عليها اللي بتقعد تم الربع الثلث الخمس ال 1% دي خلافات بيننا وبعضنا. في بعض الفتاوى الشرعيه بتقول ان اللي عاملين عليها تصل الى مرحله انها بتكون 50% واكثر. لماذا؟ لان المنطقه اللي انت بتشتغل فيها منطقه لا يستطيع ان يدخلها احد. ولا يخاطر بنفسه احد. في فتاوى كده وفتاوى كده. بالمناسبه العاملين عليها من يفسرها مو اللي يشتغل يوزع وانما اللي يشتغل يجيب. كده وكده كل الدافع انا معايا نزل عليها لغه العاملين عليها اللي يشتغل هذا ما له اكو بيهم انت اللي تجيب الفلوس تروح يعني تلم الزكاه زكاه الاموال هذا هو اللي يقصد به العامل اللي حطاه في الديوان مين؟ اللي يوزع حطاه في الديوان مين؟ وين؟ في الديوان اللي بيت المال اللي حطاه بتاع مين عليه؟ يعني انا دلوقتي بحرس ال ب
بيت المال شلون عم نعمل عليها؟ هي انا اجيب لك الفلوس واعطيك اياها. طب وبعدين؟ وانت حتخليها. ايوه. يعتقد انا باخذ بقى ولا اعرف القرار شلون عم نعمل عليها؟ لا ابي بقول لك انا بعد مين؟ لا مو عاملين. انا مين؟ مو عاملين. ما انا مين؟ انت هذا متطوع. انا حرام. لا لا متطوع. متطوع. ايش حاجه اسمها متطوع؟ صدقني يا استاذ انا مش متطوع. انا لسه لا لسه لسه بدلك انا عقبات احنا بدنا نصطدم بيجي فتاوى. انا 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 معك. انا حبدا في الشغل خلاص؟ اما انا حبدا في الشغل مش حاط كل شيء. شيخ وسام شيخ كركوك شيخ عبد الباسط في بغداد اكو شيء فتاوى ولا لا؟ نعم انا انا حاخذ بعض انا حاخذ بعض الفتاوى اللي تخليني اسرع العمل بالنسبه لي خلاص؟ انا كنت مع مسجد امام ابو حنيفه النعمان في ديسمبر علشان حاجه واحده كيف نزكي مؤسسه دون ان نعرف المعايير لا الشرعيه او الانسانيه لها؟ بعدك لو كل واحد يطلع عنده فتوى ما ينفعش مش في مجلس الافتاء عندكم في العراق اسمه ايه؟ المجمع الفقهي المسجد ابو حنيفه النعمان رضي الله عنه. فالمجلس ده لازم نقول له الدور لا هو مش هيقدر يقول له الدور ده الا لما احنا نقعد نقول له المشكله شكلها ايه؟ لما انت تروح لطبيب هتقول له بس عندي وجع في بطني ولا هتقول له الوجع ده بيجي الساعه كام وشكله ايه وبيعمل في مخي ايه بيعمل في ظهري ايه حد بيسمع في الجانب الايمن من الجانب الايسر عشان يعرف الوجع ده جاي من الكليه او جاي من المصران او جاي من الزايده او جاي من الكبد الى اخره. فلو احنا ما قعدناش كجمعيات انسانيه مع هؤلاء الفقهاء لن يعطوا فتوى مظبوطه ابدا. لذلك انت اصل الموضوع واصل المشكله واصل الحل. فاحنا مش معنى كده ان كل الفقهاء هياخدوا برايك. يعني مثلا احد الفقهاء رحمه الله عليه الشيخ فيصل المولوي كان ساعتها حرب الشيشان في 94 و95 وكان الوصول هناك صعب وموت عشان تشتغل هناك في الشيشان تلج ومواجهات الى اخره. وبعدين قبلها كانت حرب البوسنه ومناطق صعبه جدا في الشام وقبلها جنوب السودان. جنوب السودان يا شباب ايام ما كان في حرب بين الشمال والجنوب كان في اسقاط جوي. اسقاط ايه؟ جوي. لان مجرد ما الماء موصل من الامطار جه ما كانش في اي طرق معبده في الجنوب. بيتقفل الجنوب وطرقه دي كلها لمده 4 أشهر أو 5 أشهر. والناس دول لو ما راحلهمش اكل هيموتوا. كانت الامم المتحده او الحكومات بتلزم الاسقاط الجوي. اسقاط الجوي ده بيتكلم الان. عشان تطلع طياره 40 طن. خلاص؟ ممكن ال 40 طن يكونوا مقسم متكلفين مثلا 30,000 دولار او 20,000 دولار او 15,000 دولار، لكن الطياره لوحدها 30,000 دولار. بعدين الهلاك بتاع الاسقاط الجوي بياخد ايه؟ هل كل الاجيال بتنزل سليمه؟ لا، ممكن يطلع 10% او 20% هلاك. فالناس افتوا في المناطق الصعبه دي كلها انك ما تحطش السقف للمصاريف الاداريه. اللي هي فيها عاملين عليها الى اخره الى اخره. فده انا ده ندائي ليكم انتم جمعيات تنزلوا تقعدوا مع العلماء سواء كانوا علماء اهل السنه علماء اهل الشيعه تقول لهم يا اخواتنا اشيروا علينا دي المشاكل اللي بتواجهنا. انا عشان اقول لك حاجه انا علشان اجيب محاسب محترم يشتغل عندي في المؤسسه هياخد كام في الشهر؟ وانا اجيب واحد كاتب حسابات مش هيقدر يعمل ان هو بس يعمل لك ايه يدخل الفلوس ويعمل. لكن الانسان المحاسب اللي هو اللي عنده مرجعيه ولا عنده مؤهلات هيدفع ده 1000 وهدفع ما اعرفش نسمع عندكم تدفعوا قد ايه يعني بالدينار. راتب معاش راتب مثلا كاتب الحسابات مش المحاسب الكبير يعني 500 دولار. طب لو جبت واحد يكون عنده المؤهلات الكبيره هيتكلف كام؟ اكثر من 1000 2000 ما في كده. فلو انت اموالك كثيره لابد تجيب الراجل هيكلف. هجيب انا مين؟ لو انت بتشتغل في ملايين دلوقتي مش ده اهدار. لو انا ما جبتش استاجره يا ابي ان خير ما استاجرت مين؟ ما بقاش امين في الاول. هو احنا نعرف هاي النسبه منين اصلا احنا نقعد مع العلماء نقول لهم لن يستطيع. لذلك نرجع لكلمه البحث احنا اتكلمنا عنها قبل كده نسبة 10 أو 5% مما يأتي. النسبة دي ما هيش يعني هل أنت هتقسم أموال الزكاة بالتساوي على الثمن مصاريف ولا لا؟
في بعض الدول ما فيهاش تاوى مصاريف صح؟ يعني إذا جمعية جاها 10 مليون دولار تأخذ 10%؟ لا ما ما هذا ما أصلاً صلنا تأخذ 10% 15% 20% أقول لك ليه؟ لأن المكتشف المصاريف الإدارية داخل الوطن بتكون أقل من المصاريف الإدارية المؤسسات على مستوى الدولة. داخل الوطن أنت من حقك تصل لو أنت بتشتغل على مستوى العراق كلها من حقك تصل بالمصاريف الإدارية 10-15%. أنت هتحرك المواد الرئيسية بتاعتك والمشاريع بتاعتك ما بين بغداد والموصل وأربيل وكركوك والنجف والبصرة إزاي؟ دي ببلاش؟ هجيب الفلوس دي منين؟ لو أنت بتشتغل على حي بغداد ممكن 2-3%، لو أنت بتشتغل على بغداد ممكن 5-6% أو 7%، لكن عشان على مستوى الدولة كله كل حيثية في موظفين ليك في كل مدينة، في موظفين ليك في كل محافظة، في مراجعات تعملها، في التزامات تعملها ازاي؟ كل الحاجات اللي انا بتكلم عنها في العمل الدولي لما توصل 20-25% مش هيحاسبوك، لانه عارف ان انت ليك مكتب في العراق، ليك مكتب في اليمن، ليك مكتب في سوريا، ليك مكتب في بنجلاديش، ليك مكتب في كذا في كذا في كذا، فكل مكتب ليه مصاريف اداريه. احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا نقول للعلماء دول دون ان نصطدم بهم عيشوا واقع العملي للعمل الانساني الاغاثي على مستوى وطن لو كانش موجود قبل الدوره او على المستوى الخارجي. عيشوه. ما يفهم منهم. مش ما انا لن استطيع ان انا ما يعطيك فتوى ايش؟ اللي ما يديش ما يديش لكن في عدد كتير هتدي. ما في عندك المجلس اللي هو اللي كان المجمع الفقهي؟ لا اللي هو بره بتاع العالمي بتاع المسلمين. الاتحاد العالمي؟ الاتحاد العالمي. لا مش كده. لا لا المسلمين اللي بره استفتيهم. والله لو رحت استفتي الازهر واستفتي المؤسسات الحكوميه اللي هيجيبوا الفتوى. هيدوها لك. ليه؟ لأنهم شايفين إن في دولة فيها 40 أو 50 مليون محتاجين إنهم يحركوا المواد الأساسية والمواد دي من مكان لمكان وكل مكان فيه مصاريف إدارية. هنعمل إيه؟ أنا مش عايش يا شباب أيام سيدنا عمر كان بيمشي برجليه يتفقد الناس المسلمين في المدينة. صح ولا غلط؟ يتفقدوا. ها؟ دلوقتي هقول لك حاجة بيسموه ولي بغداد ولا ولي إيه؟ سموه الوالي محافظ بغداد صلت على النبي. الله انا هقول حتى لو كان محافظ بغداد من الصحابه ومن اهل البيت وكل الحاجات الحلوه دي كلها اقول له انت خلصت حي في يوم من الايام شوف احتياجاته ايه. والله ما هيعرف يجيبه. كل حي فيه 10,000 اسره يقدر يعدي يخبط على 10,000 بيت ولا شقه؟ هيوظف ناس وهيعمل نظام. ايه احنا عايشين فين؟ عصر سيدنا عمر كان عصر غير عادي لان كان مجتمع المدينه مجتمع الايه؟ الطبقه الواحده. صغير. طبقه واحده وعارفين بعضهم في الشارع. وفي القريه حتى القريه دلوقتي في العراق فيها الاف من الناس. وكل بيت في القريه في عيله وعيلتين وثلاثه. ولي ايه ومحافظ ايه اللي هيعرف يشوف حاجات الناس كلها من غير ما يكون عاملين. بس احنا المحافظ بس خلي تشفينا شباب. هذيك انت قلتها وانت خدت بالك؟ فلما ننظر للمساله لن تتحل هذه المصاريف الاداريه اللي بنتكلم عنها يا شباب الا لما نقعد احنا ونكون احنا مجتمعين بورقه بحثيه ونقعد في 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 مجال نقاشي مش مؤتمر عام. اوعى تعمل مؤتمر عام. مؤتمر عام كل من هب ودب هيجي يتكلم فيه. لكن انت تقعد مع 10-15 جمعيه وتقول له ايه اللي انتم شايفينه وايه الاقتراح بتاعه؟ هيناقشوك في حيثيات الاقتراح بناء على الدراسه اللي انت عملتها. ولو ما وافقوش كلهم ابدا يا اخي اي 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 لو حد يديك فتوى، ايه المشكله فيها؟ احنا خدنا فتاوي من اسمها في مصر من الازهر ومن المفتي في حاجات كتير جدا زي كده. علي جمعه؟ او علي جمعه كمان، لان دي امور سوابق. دي امور سوابق ما لهاش دعوه بدكتور علي جمعه ولا قبلها، لان في سوابق بس انت تشرح له ايه المشاكل اللي بتواجهك. تشرح له ليه انت مضطر حضرتك حصل على النبي. تشرح له انت ليه بتضطر انك تشتري عربيه دفع رباعي. شفت بقى؟ لا اقول لك بمنتهى الصراحه، لا بمنتهى الصراحه، انا منطقتي كلها جبال او كلها طرق غير معبده، اوصل ازاي؟ ايه احنا عايشين فين؟ احنا في افغانستان في 2001
استعملنا الحمير والجمال دول كانوا ببلاش عشان يطلعوا كل حمار كان كل حمار كان يجاهد عشان يطلع ظهره 20 30 كيلو. هذا الحمار دفع رباعي. انا هذا الحمار دفع خماسي. والله بيكون هو لانه عايز يطلع ازاي؟ يعني كان تلج وجبال هتوديها ازاي في بلد افغانستان في عز التلج؟ في 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 زلزال باكستان كان في داخل الشتاء اضطرينا نأجر كل الآليات من الجيش عشان نعمل ننظف التلج على الجبال ده عشان تطلع المواد الأساسية. ايه؟ يعني حتى لو الجيش اتهمنا بشيء أرخص لكن هتتأجر لأنها مش هنحملها. الحاجات الآلات دي موجودة عند الجيش الباكستاني وطلع ننظف الطرق كلها. كان مشروع لما جه بغداد في 2002 2003 اول مشروع عملناه تعرف كان ايه؟ ازاله لم القمامه من الشوارع. بعد ذلك لا احنا بنوزع كذا. لا القمامه معناها مرض، معناها دبان، معناها حشرات، معناها فئران، معناها كذا معناها كذا معناها كذا. كان اول مشروع عملناه نشيل الزباله واستعملنا الاهالي هم اللي ساعدونا فيه زي حكايه موضوع الركام اللي بنتكلم عليه في الجلسه السابقه. فكل الحاجات دي مش بلاش. انا لما حاجه حرق واحد من بيته صليت على النبي الواحد ده محتاج خلاص محتاج انا محتاج ما عنديش دخل منافق وانت تقول لي تعالى طوع طوع ايه يا بابا؟ اديني على اليوم بتاع على الاقل 5 دولار او 10 دولار ارجع اجيب لهم 10 لولاد وانا اجيب لهم لك الزباله وانت ممكن تجيب الحاجات دي كلها. فلابد الشيخ يعرف منك ابعاد المشكله والمخاطر في عدم اتفاق الايه؟ وضع حلول لهذه المشكله. والمشكله يصعد عن المنبر يقول الحكم على شيء فرع عن تصوره. ايه قاعده فقهيه. نعم احنا حاضر فيها كمان. اي القاعده لا اسمع يعني القاعده الفقهيه تقول الحكم على شيء فرع عن تصوره. اه صح 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 صحيحه نعم. يعني انت تعرف انه التهاب المفاصل الردوي شنو اعراضه؟ تعطيه دواء صحيح صح. يعني هو يستشهد هذه القاعده من تجي على العمل الاغاثي هو ما عنده فكره. تعرف ليه؟ لانه يتخيل اننا كلنا في عصر عمر. اننا كلنا في عصر الصحابه وعصر الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا مش في عصر عمر رضي الله عنه ولا عمر بن عبد العزيز ولا الصحابه. احنا هنا ناس اصبح المحتوى بتاعنا معقد ومتشابك ويعني كل مشاكله مش محدش عقبات كثيره عقبات كثيره عقبات كثيره. فلذلك مش هتيجي لما نعمل يعني ربنا بس يعني يجعلني اروح البنك اللي عندكم في بغداد اسمه ايه؟ مجمع اقول لهم تعالوا هنا وانتوا بس اعملوا لقاء لمده يومين ثلاثه واقعدوا مع بعض حطوا كل المشاكل كل المشاكل وحلوها لنا انتوا بقى ولبسها في رقبتهم. لبسها في رقبتهم هم عاملين مثلا نفسهم مشايخ وكذا 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 وكذا. اه لازم لازم تقول لهم. انا بس ليه ذكرت لك وجع البطن ممكن يكون من الكليه ممكن يكون من البنكرياس ممكن يكون من الزايده ممكن يكون من مستنقع غليظ ممكن يكون من الكبد. شوف قد ايه لو انا ما خدتش تفصيل دقيق من المريض مش هعرف هو جاي منين. ومع ذلك بعمل سكار السونار وبعمل الحاجات دي كلها ده مش ده ببلاش كل ده ببلاش حصل لي عندنا ها انتوا مش كلهم متجوزين مين مش متجوز؟ الشباب شباب الله يرحمه ها الناس دي لك هذا ده متجوز ولا متجوز العروسه يا بنتي والله هو بيعمل كده قدام هو اصلا عنده مثنى يا عم خلاص هو مسمع خلاص نرجع الموضوع ده انا هقول لك حاجه انت بقول ايه؟ ابو حذيفه ابو حذيفه ابو حذيفه انا حبيبك وجارك جبت لك خروف وقلت لك عايز تعشى عندك الليل قلت لك الرز وقلت لك الخضار قلت لك كل حاجه خلاص يعني انت ما دفعتش ولا مليم في العشاء خلاص مين بقى قاعد في البيت؟ زوجتك عندك البوتاجاز بتاعك عندك الفرن بتاعك عندك تنظيف الاطباق عندك بعض غسيل الاطباق ده كله ببلاش زي احنا ما بندفعش فلوس لكن زوجتك انت دي مش احنا مؤتمنين عليها حتى يعني انها رضعت ال
الابن انا المفروض كاب ادفع لها حق المرضع حق الرضع ده كان زمان يعني المفروض ايه تعمل الموضوع ده كشيء رايح تفهم ليه بالزحمه يا ولد الجهد اللي مبذول ايوه قلت لك الاخر شوف انا جبت لك كل المواد ببلاش بس الجهد ايوه الاخت اللي قاعده هي وبناتها اربع او خمس او ست ساعات تعملوا يذبحوا الخروف وينظفوا المطبخ ويحطوا الاكل والبقر ده ببلاش ده ببلاش هو الفلوس يا فلان انظر احنا يا اخوانا عيشوا عيشوا واقع المجتمع كيف انا اطلب من نازح او لاجئ انه يتطوع او فقير انه يتطوع مش مجتمعات فقيره لسه ما قامتش على رجلها انتوا جايين بتتكلموا عن ايه؟ مين اللي هيتطوع عندي في الحي والحي عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا اذا احنا نحتاج الى اناس شرعيين ايوه ينزلون الى الميدان اه لا يعني ما جزاكم الله خير ولا ثاني إيه نحتاج إلى شرعيين فقهاء ينزلون إلى الميدان صح ينظروا الحالة حتى يكون عندهم الحكم على الشيء فرعا عن تصورهم يحكمون بما يتصورون تصور صحيح مضبوط وعندك العلم وفي نفس الوقت نحتاج إننا نعمل بحث بالأرقام نقول لهم شوفوا انزلوا كلموا الناس خشوا على الأرمنة صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام هل الكفالة اللي بتاخدوها للأطفال دي بتاعت الأيتام تكفي؟ لا لا ما تكفي ما تكفي انا تعلمتها من لبنان يمكن 7-8 سنين قالوا لي يا دكتور احنا بندي اليتيم لاكثر من جمعيه ليه يا شباب؟ قال لي ان ال 40 دولار ما بيكفيش 40 دولار ابدا تعرفوا عندكم انتم من العراق دكتور علي القره دامي؟ اه علي القره دامي كان في مؤتمر للايتام من 3 سنين او من 4 سنين المؤتمر كان من كام سنه بتاع الايتام حد بتاع الايتام اه تعرف انا وقفت على النقطه دي وقلت ما تقلش الايه الكفاله عن 120 دولار انا ما بحبش اتعارك مع شيخ على البلد فطلع قال ايه قد هو كلمه بعديه لكن قلت طبعا بعديه قال لا انا اختلف مع فلان الفلاني انا قلت سبحان الله ربنا يستر ال 120 دولار لا تكفي لا تكفي قال ان ربنا قال لمريم وكفلها زكريا كفلها زكريا لابد المانح يعرف كده كلمه كفاله معناها ان تعامل اليتيم كما تعامل ابنتك وابنك كلمه كفاله لكن ساعدها مش عارف حاجه زي كده علمها اه مش مشكله فقال لي على الملأ قدام ناس كده كان في بيحصل في القاعه كفلها معناها انك تعاملها كابنتك وكابنك خش في اللغه العربيه في بتاع الدكتور بتوع حد الاخ بتاع حد حط كفله معنى كلمه كفله معنى كلمه كفاله يعني ايه؟ فاحنا للاسف اعوذ بالله من الشيطان الكلام ده كنت بقول كتير جدا في بريطانيا الناس كتير زعلانه مني انا مش عايز احول اليتيم والارمله كسلعه ابيعها لا والله في المنطقه دي الكفاله بتساوي كام؟ 70 دولار او 80 دولار في المنطقه دي الكفاله بتساوي 150 دولار انت بس هتيجي تقول لي في منطقه زي غزه اللي هي الاسعار فيها للسماء او في لبنان الكفاله 30 دولار 40 دولار لا يمكن تكون لا يمكن ولا في البوسنه وصل كيلو الزيت ب 60 مارك ساعه الحصار يعني قرابه ب 40 دولار كيلو الزيت وصلوا كانوا بياخدوا من سراييفو من النفق اللي انتوا عارفينه ده لغايه ما وصلوا لقريه ثانيه عشان يجيبوا الاسماء بيسموها بتاعت البيض دي اللي هي فيها كرتون البيض ايه؟ كرتون البيض ويمشي بيها مسافه 10 كيلو ممكن يتقتل وهو راجع اي قناص يقتله عشان ايه؟ عشان 10 بيضات او 20 بيضه هتيجي تقول لي لا ايه انت عارف ايه في الموضوع؟ ناس كانت بتمشي بالاميال عشان تجيب 5 لتر و10 لتر و15 لتر فلما تيجي انت تعمل مخزان ميه على جبل ولا تعمل مش عارف بير في اخر الصحراء الى اخره وتقول لي لا انا مش هدفع بس لتكلفه الماسوره وتكلفه مش عارف المكنه اللي بتعمل كده لكن المسافه دي كلها انا مره رحت الصومال السنه اللي فاتت عشان نوصل لاحد الابيار اللي كانت معموله 6 ساعات بالعربيه في طريق والله ثلاثه ما كناش عارفين ماشيين ازاي صحراء على جبال على رمال على حاجات يعني
فتخيل بقى ان انت بتحفر البير ده في منطقه 6 ساعات من العاصمه بتاعت المنطقه. مش هتكلف ده. لو انت عملت ده في مقدشة ولا في اسمها هرجيسه عند المطار، لو انت عملته في الخرطوم عند المطار، لو تعمله في دارفور ده، دارفور بينها وبين الخرطوم يعني يمكن 15 ساعه و 20 ساعه بالعربيه. فده مش هيكلف. احنا عايشين فين؟ عايشين فين احنا؟ فلذلك جزء منه ان العلماء دول يروحوا يشوفوا الموضوع ده ويقعدوا هم نفسهم مع النساء والاطفال والناس الغلابه، وفي نفس الوقت كان عندنا ورقه مخفيه عشان نلجمهم. وانت قلت القاعده الشرعيه انت قلتها ايه؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ها؟ ولا كده تاني باللغه العربيه؟ هي هاي قاعده اصوليه عربيه وقاعده فقهيه. العراقية ترى نشتغل على كل التجارة. والله ولا انت جاي معاك. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. اذا ما عندك رؤية وتصور عن المشكلة ما تقدر تحكم عليها. تفهم؟ يبقى لي حل. والحل الثاني اللي هو يكون عندنا ارقام وراء رفيع لهذا الموضوع. فده اول معنى قلنا ايه؟ قلنا نشوف الحاجة بتاعت الناس ايه؟ قلنا ان انا عندي المانع، قلنا ان انا نتشارك مع بعض او نعمل تنسيق علشان مش كل واحد مش كلنا نروح في نفس المخيم او نفس المكان الى اخره او نفس المدينه. في اشياء ثانيه ممكن عايزين تعملوها. يكون عندها ناس عندها كفاءه. يعني ما نزلش اي حد من الشباب كده قال لي ابني انا يا عم فلان كنت بكره مع العربيه ما يعرفش وزن ما يعرفش يتكلم، ممكن يكون بيتخانق مع الناس. ما يعرفش يقعد يعني مثلا يعني ما يعرفش يتعامل مع الناس. بس في الزحمه والحاجات دي كلها، فلا بد انا ايه؟ خير بس اول ايه؟ القوي القوي معناه ايه؟ اللي عنده معرفه او عندها معرفه في هذا الامر. كان عندنا احد اسباب نجاح مكتب الاغاثه في الشام جهاد امراه. بسم الله ما شاء الله. تقف ربنا خليها كده، ما تعرفش تقف كده. الساعه 8 الصبح، الساعه 8 بالليل. تل مش تل، مطر مش مطر، كل الدوائر كانت بتحترمها. سواء كانت دوائر حكوميه او امنيه او استخباراتيه او حتى الايه الناس اللي هم مستفيدين من هذا الموضوع. طب لما جت بتاع شرف كده امراه حديديه امراه والله ثلاثه امراه وبعد فضل الله سبحانه وتعالى هذه امراه القوي الامين. فانت ما تبعش اي حد يوزع ويقبل الناس. في ناس ما تعرفش تجمع الناس، في ناس متطوعين ما يعرفوش يتحكم ما يعرفوش يبتسموا للناس. انا ساعات لما بروح بعض المخيمات عملنا في بعض الحركات بوقت الاطفال بتاع الناس صوت خروف صوت حمار تعرف تعمل معاه؟ فلما تفك الطفل تفك ابوه تفك امه خدت بالك؟ ننظر ننظر بس لان اشياء كيف اتعامل مع الناس دول كلهم؟ تبعت مين ناس يستطيعوا ان هم يقيموا العمل ده؟ الامر الثاني يقول لك شركاء في المنطقه. هم هيقول لك هنعمل كذا 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 وتتفق معاهم. لكن التواصل بيننا وبين بعض او التنسيق محور مهم جدا 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 في اي عمل. مش التسابق، مش التنافس. التنافس حيخلينا نهدر الاموال. هنهدرها في اموال مهدره. يعني ساعات بنروح لمنطقه معينه وفي منطقه ثانيه مش حد بيروح لها خالص. كم نقطه احنا اتكلمنا عنها دلوقتي؟ ها؟ عشان بس النقط تحطوها انتم مع بعض عشان تتكلموا. اتفضل. لا احنا عندنا امر اخر تفضل يتعلق باليه التوزيع الصحيح. تفضل. بعد دراسه الحاجه اي فقط اليه التوزيع اليه التوزيع الصحيح يعني خلال خبرتك في هذا المجال. طيب يعني احيانا احنا العفو احيانا احنا يعني نهيئ الحمله ونتعب عليها ونطلع اشواط من يعني كيلومترات بالسياره الى ان نوصلها الى المخيمات او للمستفيدين مثل بالموصل بالجانب الايمن او بالايسر، بس احيانا تكون عندنا اليه بالتوزيع مو هي الاليه اللي تكون مثاليه يعني، فريد فد اليه مثاليه على مود نمشي عليها. طيب يعني معنى ايه الآلية الميزانية بالنسبة لك انت؟ انا دلوقتي بعد ما اعمل دراسة حاجة نعم هشوف كم وصل عندي. اولا هعمل لهم كارت. كارت اللي هو بتاع التوزيع ده هو يعني والكارت ده فيه رقم الأسرة.
قبل ما اروح وبعطي الكروت دي لكل وصفه، ولا احنا عملناها كتير جدا في اماكن مختلفه. ما روحش، ما فيش حاجه اسمها توزيع عشوائي على الاطلاق. ما فيش حاجه اسمها ان انا منزل النهارده قال يا اخوانا معانا ايه 50 طن كذا 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 ووزعه. لا، ممكن التوزيع يستمر لمده اسبوع او خمس ايام او اكثر. ليه؟ لان انا عايز كل يوم اوزع على مجموعه معينه، على حي معين، والحي ده لن يخطر هؤلاء الناس قبل ان ناتي لدراسه الحاجه، ان كل من عنده اللي هو معايير الاستلام المواد الاغاثيه مني يروح للجمعيه اللي هتكون شركتي في المنطقه معاها انا المندوب بتاعي. فانا مثلا بروح للحي ده معايير استلام او معايير استحقاق؟ استحقاق. انا بروح للحي ده اهو عندي فرقتين في التوزيع، اما ان انا اوزع على كل اسره حي ده مثلا في 100 اسره او في 1000 اسره خلاص كل حياتي، او هوزع على 100 اسره اللي هم اشد حاجه. كيف انا بقول اشد حاجه دي؟ بحط المعايير دي قدامي والناس اللي على ارض الواقع في هناك هم بيقول لي اهم 100 اسره هم ال 100 اسره دول من الاهل. خدت بالك؟ فانا بحدد معايير قبل ما اروح بناء على دراسه الحاجه بتاعت الناس دي كلها. فلو انا هوزع على لو كان الحي كله تعبان بدي ال 100 اسره ال 1000 اسره الموجودين دول، بدل ما يكون الصندوق في 60 70 كيلو بعملها 20 كيلو او 30 كيلو او 15 كيلو. لكن لو انت بتتكلم ان في حي في ناس عم ممكن يعيشوا وما عندهمش مشكله والناس تانيين خلاص يعني رايحين، ده شيء. في امر ثاني بيقول لك انا عايز اوزع بس على المدارس والاطفال ياكلوهم يعملوا وجبه في الداخل. في حد بيقول لك لا انا عايز اوزع على المستشفيات عشان المرضى السجون وزعنا من الاضاحي في السجون، لذلك من الاخر فكرتني وزعنا اضاحي في السجون. في حد بياخد اللي هم الايه الحسينيات او بياخد المساجد وهم عارفين اكثر الناس فقرا ويخش معاك كشريك فبتديهم معايير. دي احد اليات ان المسجد او الحسينيه يعتبروا مؤسسه مجتمع مدني او مؤسسات محليه. فانت بتضع معايير التوزيع بتاعتك اللي انت بناء على الحاجه اللي بتدفع لك من ايه؟ من الداخل. وانت لست ملزم انك توزع على الناس كلها. على قدر حاجتك انت وعلى قدر امكانياتك. عشان على قدر حاجتك انت الامكانيات بتاعتك وقدرتك اللي انت بتوزع فيها. بس يوم التوزيع ما لا يعطى الا من كان عنده الكرت. نعم. وارجوكم ما توزعوش كل الحاجه في يوم واحد. افرض انت عندك امكانيه توزع على 1000 وسط. هتجيب ال 1000 وسط تحطها في نفس اليوم نفس المكان تبقى مشكله. مشكله امنيه ومشكله في التنظيم ومشكله في التسيب الى اخره. لا، ممكن توزعها على اربع خمس نقط في الايه؟ في الحي. والله يوم السبت في الحاره الفلانيه، يوم الاحد في الحاره الفلانيه، يوم الاثنين في الحاره، عشان تقلل عدد الناس اللي هيقفوا معاك هم بيستلموا. وتقلل عبء اللي هو تنظيم هذه الايه؟ الاعداد الهائله. انك لو جبت 1000 اسره يعني لو كل واحد من الناس جاي هو وبنته وابنه عشان ياخد حاجه يبقى 1000 دول بقى كام؟ 3000. اصبح تنظيم التأليف صعب. ممكن تعمل وجبه في توزيع في الصباح قبل الساعه قبل صلاه الضحى يعني الساعه 10 الصبحيه وتوزيع الساعه صلاه الظهر الى اخره. يعني الكروت ممكن ان تكون يعني فئات. ايوه كله كل 200 300 ايوه فاما في احيان مختلفه واخد بال حضرتك او في اوقات مختلفه عشان تقلل الضغط اللي هو الاداري على التحكم او على ايه تنظيم توزيع الاسئله على الناس. ودي هتيجي بالتجربه هتكتسبها. يعني مثلا في احد التوزيعات في افغانستان في 2000 ديسمبر اخر 2000 اخر 2001 في ديسمبر كنا في كندهار. يعني عشان الراجل الحارس اللي هو يخلي الناس تبعد كان معانا يعني الي، الالي كان بيضربه في الهواء عشان الناس ترجع. في الجزائر توفت 300 واحد. ده غلط. غلط شفت على الاتصال. فبالتالي انت عشان كده ال 1000 اسره ولا 2000 اسره ما توزعوش في يوم واحد ابدا وفي مكان واحد. ممكن تتفق في مع مدرسه من المدارس او ملعب من ملاعب الكوره يكون فسيح. تحول. تحول.
جامعة من الجامعة يخش جامعة من الجامعة جامعة من الجامعة وكل اللي يخش فقط معاه ايه؟ معاه الكرة وهي النقطة الرئيسية يخش من الباب ده ويخرج من الباب النقطة الرئيسية أنه لابد أن أكون هناك مكان محاط بسيارة أيوة. له بابان باب الدخول وباب الخروج لا يبقى يا حبيبي باب الدخول وباب الخروج أها احنا عملنا يعني هي دائما المشاكل تصير بالحملات الطارئة أيوة. بالجانب الأيمن كانت المعارك مستمرة دكتور ناصر أشار احنا سوينا حملة إرهابية على ما وصلنا للجانب الأيمن من الموصل احنا مارين بثلاثين سيطرة من مكان إلى مكان إلى مكان إلى وصلنا العوائل كانت محاصرة ما عندها مواد بدائية يعني الناس احنا نقول نعطيها الحق انه تتجمهر وتطالب بحقوق ومرات سمعنا مسبات وغلط وكذا احنا يعني لا الكروت تفيد في هذا الحال لا الكروت تفيد ولا الاتفاق مع اهل الراي والمشوره في هذه المنطقه فادت ولا التقسيم ولا ان هم دول اهل الراي والمشوره انه قالوا وزعوها على المختارين انه أيوة. كل حي اكو مختار ايوه طبعا اهل الحي يشكون من هذا المختار انه هو سارق وفاسد فغيرنا الخطه من الف الى باء ايوه اي كم انت بتحط الحل انا مبسوط جدا لان انت بتحط الحل اللي انا ما اعرفش احطه لما نرجع على النقطه دي بقول لك ايه نولج بيز يعني الحل القائم على المعرفه التجربه اللي هو الحل الابداعي انا بقول لك حاجات حتى تكون نظريه لكن انت بتقول لي انا جربت كذا وجربت كذا وجربت كذا احنا نتفق مع بيناتنا قبل ما نروح انه عندنا خطه واحده اثنين على مود نغير كويس انتقلنا الى خطه باء اجوا العسكر العسكر قالوا ممنوع التجمهر وانتم حتسببوا لنا مشاكل صح لانه المعارك مستمره صح وذولا اذا ماتوا شلون برقبه من ذولا صح قالوا شنو الحل عندكم؟ ايوه الحل عندنا انه تجون الى منطقه امنه ايوه زين شلون حنجيب العوائل من بيوتها من كذا حي الى هذا الحي ونوزع تصير مشكله قالوا لا عندنا منطقه احملوا السيارات هناك نوزع بحمايتنا احنا رحنا ذهبنا كذلك تصير مشكله انه هذا الانتقال من خطه الى خطه حيربك العمل اكو عوائل استلمت تستلمت مره ثانيه فلذلك الكارت اللي معاك تسحبوا منها بعد الاستاذ صعوبه توزيع الكارت لا هي الكروت بعد صعوبة ما صار ما صار هو يستلم ينسحب منه يستلم ياخذ من الكرت خلاص لا هو أصلا ما صار توزيع لأنه على أساس أنه أكو عوائل مسجلة عند المختارين بعدين غيرنا الخطة فما كان أكو كروت شوف كل الحاجات اللي رحنا على أساس أنه هذا الحي يعني فيه يعني بالكثير الأرقام التقريبية اللي جتنا يعني من 1000 الى 1500 عائله كويس احنا ذهبنا ومخذين 2000 يعني احنا رايحين مسيطرين على الوضع انه ننطي بس المشكله الاليه اللي سال عليها الشيخ هي اليه التوزيع في الظروف الطارئه ايوه انه شغله الكروت ما نقدر نوزعها اعتمدنا مساله الجنسيه انه كل عائله عندها جنسيه بطاقه شخصيه ايضا قسم من عندهم بسبب العمليات العسكريه فقد بطاقته. وهذا جاي ياخذ طيب. احنا مساله عملت انت بقى ايه؟ مساله بس ملاحظه مساله انت راح تحط الحل كان ايه ايوه قول لي بقى اي مو احنا مساله انه نظل اكثر من يوم في منطقه هاي حنعرض نفسنا الى مشكله انا لذلك اقول لك انت الحل راح تحطه ايه؟ الحل احنا استمعنا للقوات الامنيه انه لازم نروح لغير مكان نوزع بس حقيقة يعني ما وفقنا انهم نعقد كل العائلة واكو ناس اخذت اكثر من مقبل. انت هقول لك حاجة هسألك السؤال الثاني. انت كم كانت نسبة نجاح التوزيع ده؟ 50% 40% 70% 80% قول لي والله احنا يعني نقول 60 مش وحشة. لذلك انا بقول يا اخواننا ان في المناطق الصعبة دي كلها انت مش هتنزل تعمل كل شيء كما تريد. في تحديات يعني الحاجات النظريه اللي احنا بنقولها في المكاتب تختلف تماما عن الواقع العملي ده رجعنا النقطه بتاعت النقطه اللي كانوا نص ساعه ان المشايخ دول عايزين نقول لهم مصاريف اداريه اتفضلوا انا هحرك من الحي ده للحي ده للحي ده كان ببلاش
ها؟ وانت بالتالي مين صاحب الحل؟ انت. انت قلت لي دلوقتي بعد كل المحاولات كلها استطعتنا اردنا ان نختار مكان بسياج وببابين عجزنا ما لقينا. انا مش مختلف معك. انا مش انت شوف انت دورت على اخطر وسيله من وسائل حل هذا التوزيع صح؟ نجحت في الاخر مع كل هذه الصعوبات انك توصل ل 60 أو 70%. ده نجاح. ده نجاح. اوعى تاخد يعني انت بتيجي تبص على الكوبايه بتبقى دي دايما بتبص على النص الفارغ، بتبص على النص المليان. انك وصلت من ال 1000 ل 700. ال 300 دول هتوصل لهم مره ثانيه ومره ثالثه الى اخره. واخد بالك؟ فلذلك في النهايه صاحب الحل السحري انت. انت قلت كلمت السيطرات وكلمت الامن وكلمت الجيش وكلمت المختار وكلمت المراكز بتاعت المساجد والحسينيات وكذا 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 وكذا، يبقى انت عندك معرفه بالمجتمع شكله ايه ماشي ازاي. اكو ناس متربصين هذا طبعا. ايوه ايوه المتربصين من السياسيين. ايوه عايز يستفيد اللي يريد شيء يقول عايز ياخذ نقطه يقول لا مو بس نقطه اعطيني اياها وانا اوزعها. هذا خلاص وهذا مستحيل احنا نسويه. شفت بقى؟ لا اساسيين هذا دير بالك بسوونه. لا تعطي السياسي مو بس السياسي، لا تعطي عصتك الاغاثيه اللي انت تعبت بيها لاخر وزعت فيها. يعني. خسرت خسرت تفضل. الاستفاده اللي سببها كانت هاي الحمله هو صار تنظيم بعدها. ايوه انه ايوه كان خلاص هذا مو خلاص بس هاي بقى انا ما عنديش مرض. لا لا عندي مرض اسمه مرض الحب. بس هاي كانت تقدم اليوم. ايوه اليوم الثاني تجي انت تلقى صفوف واسعه واوقات مختلفه. ايه اوقات مختلفه. جزاك الله خير. وده بالنسبه للتنفيذ قلنا كم نقطه في التنفيذ دلوقتي؟ الاحصائيه الاوليه 5 6 نقاط دلوقتي ولا كم نقطه؟ احتياجات المستهدف يعني المستفيد من الحمله وعندنا يعني لابد التداول مع يعني فريق العمل اختيار فريق العمل ومعرفه عدد العائلات كويس حتى يعني نعرف القدرات اللي احنا يعني القدرات العامليه نعم اليه التوزيع الصحيح كويس بالعاده طبعا وجود شركاء يعني شركاء عايز بس انتوا تحطوا لي كخمس 6 10 نقط وتبنوا عليهم وضع اكثر من خطه للتوزيع مواجهه تحديات غير متوقعه نعم اعداد يعني بطاقه مرقبه كويس برمجه طاقيات التوزيع ما يجوز توزيع كل المطاريات الحمله في يوم واحد كويس لتقليل يعني عبء الاعداد الهائله ودفع الارتباك للتوزيع طيب في حاجه ثانيه بالنسبه للتنفيذ تنفيذ في حاجه ثانيه؟ ها؟ تنفيذ انتوا شايفين كده انتوا عندكم الاخير مخيم وبتنفذه اديكم الشروط دي كلها موافقين؟ بس الكارت اللي ذكرته اه يعني اذا انت مع حملاتك ما مستمره ايوه تترقمها بالتاريخ واليوم يعني اذا انا حملت في شهر يعني ممكن في شهر مرتين كل حمله بتاريخها وبيومها وحتى بالمنطقه اللي هي فيها يعني معناها ايه؟ معناها كارت شاب لازم يحطه في المركز او في المكان ده كله واقف عارف التاريخ طبعا اسم الحاجات دي كلها خلاص انت بتاخده ايه؟ انك تعمل التاريخ واليوم والمكان عشان ما يجيش حد يودي لك نفس الكارت مره ثانيه احنا طبعنا كروت انه ما تقلل يعني بلاستيك مش مشكله يعني انا ما عندي مشكله احنا وصلنا مراحل يا عم خلاص انت في مجموعه القبله انت الكروت ما تزور تعرف بس ده معناه ايه؟ يا جاليه بخي سيدي كلب فانت الجاليه ولا انت السيدي؟ انت الحكوس او هتتباس في الاخر فانت الموضوع اللي هي دي انت حطيت الحل الابداعي الفارق عن المعرفه المجتمعيه حل ابداعي اهو قائم على ايه؟ انت دلوقتي جربت 5 6 10 15 محاولة لغاية ما وصلت للكارت البلاستيك. لما ايه؟ اللي ما تزورش. خبرة يعني تتراكم خبرة. ايوه اكتب بقى الحاجات دي كلها عشان انت لما تسيب الجمعية
يجوا يشتغلوا اللي بعديك يعرفوا يشوفوا ايه ازاي انت وصلت للمرحله دي. وده لازم ده اللي احنا بنسميه اللي هو الذاكره المؤسسيه. institutional memory. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى احنا بنروح على اي مكان الاداره المخيم يعني ترتاح انه احنا جينا لان الشغله سلسه بالترتيب بس بعد كم تجربه؟ طبعا بس بعد كم كثير. طيب يا شباب ده بالنسبه لايه للتنفيذ؟ في حاجه ثانيه بالنسبه للتنفيذ؟ الاول خلاص اول سؤال، ثاني سؤال عندكم تفاصيله التغطية الإعلامية. طب في حاجة ثانية غير التغطية الإعلامية؟ غاية العمل الإغاثي. وبعدين؟ شوفوا ايش عندك. أنت كنت بتقولوا قلتوا قالوا لك إيه؟ بالك كنت أنتوا حطيتوا كذا نقطة كده كيف لك مع التبرعات والحاجات دي كلها مش كده؟ شباب كانوا كبروا نوعية الحملة مش انت مش شايف رابط تكبرها دي؟ احنا لما نتكلم عن دراسة الحالة يعني هنتكلم عن انت عايزين تعملوا حملة جمع التبرع عشان ايه؟ انت نوعية الحملة او الحملات حملات جمع التبرعات صح؟ حملات يعني احنا بنتكلم ازاي ننفذ وانا عندي الحمد جزء مهم جدا من التنفيذ اللي هو تقرير كيف نفذنا وده مهم جدا التوثيق سواء كان توثيق اعلامي او كان توثيق رقمي او كان توثيق ادبي بس عشان نخلص النقطه الاولانيه بتاع التنفيذ دي وانا بوسع يكون عندي منظومه كيف اوثق هذا التوزيع انت قلت عندك ل 2000 حصه صح؟ كل حصة كانت كم كيلو؟ متنوعة. لا الأفرج يعني متوسط. 10 مواد مختلفة غذائية. السكر. كم كيلو؟ 20 كيلو 30 كيلو. 15 كيلو 18 كيلو. نقول مثلا 15 كيلو. 15 كيلو في 2000 حصة. يطلعوا كم؟ يطلعوا 3 طن. 3 طن. 3 طن. أو 30 طن. لا لا 3 طن. 3 طن. هذا هو خطشات الفيل يا ابني. ايه. 3000 3000 صحيح. شلون 3000؟ 30 طن. هذا 15 سمعوا على 30000. 30 طن. 30 طن الشيء مش هين. هو انت رايح فين؟ انا بس بتكلم على التوزيعة دي بس بعدها. ايوه. 30 طن دول شيء معتبر. الشيء مش رخيص، انتوا بتعملوا اشياء غير عاديه وبتستسهلوها لانكم اتعودتوا عليها، لازم اوثقها. دكتور كنت بقول لك في 96 لما دخلت الفضل اسمها قاعه بغداد ونزلت لغايه ما وصلنا لبصره كتبنا باليد اسماء المساجد اللي خدت اضاحي واسماء السجون اللي خدت اضاحي والحسينيات الى اخره الى اخره الى اخره في كل منطقه صورنا وادناها للمسؤولين عشان يعرفوا ان احنا ما حطناش حاجه في جيبنا وما اديناش حتى دي الحاجات دي الناس يعني ايه مش ذوي الاهليه. مستحيلات. فانت بالتالي التوثيق هو جزء مهم جدا من استمراريه الدعم. هتوزع المعاناه بتاعتك بالهربطه وتقول الحمد لله انا وزعت فين التقليد؟ فين الحي؟ فين كذا؟ فين كذا؟ فين كذا؟ التقليد سواء كان تقليد وتوثيق اعلامي او توثيق ادبي او توثيق رقمي. وده يكون مهم جدا في الاولانيه عشان ده يخليك تتعلم السنه اللي بعدها او المشروع اللي بعده ازاي تحسن الاداء. خلاص؟ هنا بقى الحملات، يعني ايه حمله؟ انت عايز تتجوز هتجوزها بس ما تقعدش بردان كده. انا بقيت سخن لما بسخن بسخن لما بسخن بطير لما بطير ده غلبان قوي ده هيعمل انت الدخن. انا حضرت فرح في فندق الممات الرابعة فندق المنصور الحمام ما كانش عاجبها الجواز مش عارف ليه وقعدت تصوت في وسط الفندق فطبعا الراجل اللي هيخش الليله دي بقى بطاطس هو والست يعني مثلا هم خارجين من الشارع اللي جوه يعني عايزك منتهى وتمشي تخيل بقى انا ردت دخله انا هتعمل ايه بعد كده؟ ما
مفيش. فأنت منهم؟ فهو معايا. يعني إيه حملة؟ ها؟ عايزين نعمل حملة، يعني إيه؟ تصوركم يعني إيه حملة؟ حملة عمل جماعة. لا يعني هنعمل بيها إيه يعني الحملة دي؟ تصورك الحملة هيكون في إيه؟ إيه أبعاد الحملة؟ إيه مكونات الحملة؟ مساعدة. لا مكونات الحملة. أنت عايز تعمل حملة إعلامية؟ بلدية؟ في المساجد؟ واخد بالك مع 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 رجال الأعمال؟ حملة إغاثية. يا حملة إغاثية. هتروح لمين بقى ساعتها؟ هنحدد المستهلكين. أنت دلوقتي أنت دلوقتي أنت بعد ما حددتهم إحنا إحنا قلنا هنا خلاص حددنا. نعم. عملنا اللي هو الإيه؟ دراسة حالة. والمكان وكل حاجة، خلاص؟ أنا بعد كده هنزل للشارع، أروح لمين؟ للعائلة. لا لا، أنت مع المال. مش الحملة دي جمع المال؟ هاي حملة جمع التبرعات. مع الحملة دي معناها جمع التبرعات. فالحملة دي جمع التبرعات، عايزين تروح لمين؟ تركيب العراق دلوقتي معناها إيه؟ أنا أعرف في جمعية كتير جدا 70 ل 60 ل 70% من الأيتام مكفولين من داخل العراق، يعني معناها نجيب فلوس العراق. خير كثير. ايوه ادي قلتها غير كثير. فانا بالتالي اقسم المجتمع اللي هيديني التمويل ده لكام شريحه؟ اتفضل. كام شريحه عندهم داخل العالم بتديني الفلوس دي؟ تجار. التجار. مين تاني؟ رجال الدين. رجال الدين والمساجد. رجال ليش؟ زعماء العشائر. سياسيين. مساجد. سياسيين. تكتبوا زي ما انتوا عايزين. مين ثاني؟ العشاء. عشاء. زعامة. ها؟ هو زعامة العشاء. قبائل ما عندوش أي قبائل. لا لا. العشاء. العشاء. مين ثاني؟ وكهاء القوم. أطباء. هي الحرفيين. أصحاب الحرف. بس الكسور ما أساتذة الجامعات الأكاديميين. الأكاديميين. طيب إذن الدوائر الوقفية. الدوائر الوقفية صح. الدوائر الوقفية إيه تاني؟ الميسورين يعني الميسورين من أهل الزكاة. لا ده حتى الجامعات المرجعيات الدينية. مرجعيات. أنا كتب هنا رجال الدين مرجعيات. مرجعيات. مع الفقه. ما دي كلها مع رجال الدين والمحصنيات والمساجد والمرجعيات. إيه تاني؟ ماكور. ها؟ مؤسسات حكومية يعني. مؤسسات حكومية. شركات. إيه تاني؟ عندنا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. إذن في يعني منظمات إغاثية خارجية يعني. إذا المؤسسات الخارجية ولا المؤسسات ال منظمات إغاثية بالتعاون معها. دولية. دولية. طيب أنا شيل بعد. أول بداية في المؤسسات الدولية. الرجال بس عن حل. الدولية. كويس. إذن ها؟ اكو هاي ال 30% مال التنمية والتنمية المنظمة. لا هاي بس تيجي بعد كده حبة حبة. يعني هي نفست ها؟ هي تنظم المؤسسة هي تمول نفسها في مشاريع. يعني هو ليه؟ برامج التنموية يعني خاصة بالمنظمة. بس انت إذا مشروع أنت عايز تحط. بس أنا منظمة وعندي تجيني أموال وحسب رأيك شلون؟ رأيك هذا السديد. انه 30% نافر. انت قصدك مش مقتنع برايي. وانا ساعدتك مش مقتنع بس بعد 30 سنة هتقتنع. فنسوي لنا مشروع مثلا. هذا المشروع هيجيب لنا اموال. صح. انت المشاريع الوقفية دي كنت دي. اي. فلا لا ده غير الحملة الإغاثية. ده حاجة تانية تتعمل حملة لوحدها. يعني هذا من مول بيه الحملة؟ لا هذا المشروع الوقفي ده انت بتبدأ فيه علشان تمشي فيه المسيرة بتاعته. لغاية بوصل بعد 10 أو 20 سنة، لا المشروع بتاعنا ده توعية، توعية المواطن، توعية المتابعة. حاطها طيب، أنا فهمت دلوقتي. طيب،
تمام خلاص فهمتها. إذن يعني المنظمة هي عندها مشروع مثل مركز صحي. وهي سمعت بس هي تريد تسوي أول مشروع بتاعك أعطيك مال المبنى. لا سوينا. أنت هسه عندك منظمة تجمع لها مال. مركز صحي مثلا بغض النظر المشروع كان حملة غثية، كان مركز صحي، كانت مدرسة، كانت كذا، كانت كذا كلها. فأنت أنا حددته التجار ورجال الدين والمساجد والحسينيات المرجعية السياسيين العشائر أصحاب الحرف والمهنة والمهن الكاتبين الدولة الوقفية المسؤولين المؤسسات الحكومية. بعد واحد اسمع بعد واحد تفضل السيد هادي بنا ماله يتبرع. انا ممكن انا لان عندي لسان عندك لسان تعمل باللي انت عايزه. هز شفايفك. لا بس انا بعرف هز حاجات ثانيه. ها؟ في اجزاء تبرع يعني والآلية يعني في مسجد او ما انت قلت المساجد. فلذلك انا بس بحط العشرة او 11 نقطة دي عشان كل نقطة من دول انتوا تناقشوها. انا هخش الايه المرجعات الدينيه ازاي هخاطبهم، اخش مع زعماء العشائر ازاي هخاطبهم، اخش مع السياسيين ازاي هخاطبهم، اخش مع رجال اعمال ازاي. انا مش كل واحد استطيع ان يقنع كل مجموعه من دي حسب امكانياته. انا اديكم مثلا من امثله في الحته بتاعت رجال الاعمال دي. رجال الاعمال احط رجال الدين، انا رجال الاعمال. التجار التجار ممنوعين اصحاب الشركات وتجار عاديين في السوق. صح؟ نعم. تجار عاديين في السوق ممكن تاخد منه حصه من الغذاء العام. تقول له والله مش عايز منك فلوس بس اديني مثلا 20 شوال رز او 20 شوال طحين، هقول لك شيل اسهل له ويطلع فلوس. لان ساعات بيكون عنده مشكله في الكاش. اصحاب الشركات مختلفين ما بيتعاملوش بعقليه التاجر بتاع السوق. فاللي يكلم اصحاب الشركات هيكلمه في حيثيه الحوكمه والتوزيع والرقابه والحسابات الى اخره الى اخره. التاجر بتاع السوق ده انت هتخش له هتقول له خمس شويه رز هيدهم. طبعا دي ثلاثه ما عنديش ثلاثه. وجزاكم الله خير وعافيه. فما بين التاجر وصاحب الشركه دي اختلاف كبير. السياسيين هيكون عايز يستفيد منك. صح؟ عايز ياخد صوره معاك. بتاخد المخاطره لما تخش المخاطره وبتسيبه. في بعض السياسيين بيقول لك مش عايز انا في الصوره. انا هدعمك مش عايز منك اي حاجه. حتى ان شاء الله بتوزع في المنطقه بتاعتك. فانت بتختار السياسي اللي ما يضركش. عن طريق الحزب بتاعه. مو النفعي. مو النفعي. اصحاب العشائر زعماء العشائر دول مفاتيح. عشان تخش عندهم بيكون معنا بس احنا بنتكلم عن انبار بس. يعني اي اكثر منتج اقتصادي في الانبار الاغنام ولا ايه؟ الاغنام ولا ايه اكثر منتج تتميز من الانبار؟ معادن حاليا تشمع. لا احنا بنتكلم عن ايه الحاجات اللي ممكن زعيم العشيره يقول لك والله ده عنده 2000 خروف او 3000 خروف ممكن يجيب منه 100. التجاره يعني في حاجه ثانيه غير الطلي في الانبار مثلا؟ تجاره مقاولين وهكذا. فلما تخش انت زعيم العشيره في احد المناطق عشائر في الانبار او غيرها هو بيقول لك والله طيب انا هزكيك عن فلان وفلان وفلان وفلان. الورقه اللي انت هتعمل منه دي ها بتفتح لك الباب عندهم سواء كان ده في الطل او كان في التجار بتوع المقاولات. فبتوع المقاولات هينفعوك في ايه تعرف؟ هينفعوك لو انت بتبني مدرسه او بتبني مستشفى او بتبني اعوذ بالله من مستوصف. هديكوا مثل جميل جدا بيتعمل في مصر اسمه الجمعيه الشرعيه. هي من احسن اقدم جمعيه انسانيه في مصر. فهي اقدم جمعيه انسانيه في مصر لها جواب ديني. وناس عشان ما تدخلهمش اموال كثيره جدا تزعج الدوله كانوا بيعملوا سياسه جميله جدا. يروح عايزين مثلا ايه مستشفى في محافظه معينه. فواحد بيتبرع لهم بالارض خلاص؟ الارض باسم مين؟ باسم الجمعيه. واحد تاني يقول لهم انا هجيب لكم اللي هو المواد البناء للاسمنت والزلط وكذا 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 وكذا. واحد تاني يقول لهم انا مهندس هعمل لكم الباب ده، هحسب لكم الباب ده. واحد بيقول لهم والله انا حاجة اجيب لكم التجهيز للمستشفى والمستوصف. خلاص؟ واحد يقول لهم انا هوظف الممرضين والممرضات دول عندكم الى اخره. طب الطريقه دي
المشروع ده كلف كام؟ 100 مليون جنيه. لكن كم من المليون دول 100 مليون دخلوا الحساب؟ مفيش. نعم. فده بيخلي العبء المادي على الجمعيه قليل، فانت لما تروح للمقاول تقول له والله مش عارف لك فلوس. تعال هات لي مواد البنى. ايدي عامله. هات لي ايدي عامله. هات لي واحد مهندس يرسم لي البنايه بتاعتي دي. خلي المهندس ده يجيب لي ترخيص من البلديه ومن الحكومه. دي خدمه اللي هنسميها ان كايند دونيشن، اللي هي التبرعات العاديه. تبرعات عاديه مش النقديه. فانت حاول تسهلها على التاجر او على المهني والحرف اللي بيديك تبرع عيني. لان مش كلهم بيكونوا قادرين على يعطوكم ايه؟ التبرع المادي. انت بهاي الحاله اصبحت اداري يعني. مين؟ الحمله اصبحت حمله اداريه. فانت عشان كده تعرف كيف تعلم طريقه مخاطبه المتبرع. مش كلهم وسيله واحده. مش كلها فلوس. ومش كلها فلوس. يعني مثلا في انا كنت مره من المرات واحنا لسه في الدراسه ايام ما بدات الحرب بتاعت اليمن في 2014 تقريبا ولا كان مش فاكر يعني كانت سنه كام، كنا قاعدين مع برنامج الغذاء العالمي بتاع الامم المتحده. وصل المرحله بين المواد العاديه اللي بتاخدها الدراسه من الامم المتحده وصلت 100 مليون دولار. واخد بالك؟ مواد عاديه بالمصاريف الاداريه بتاعتها بيديك الطن وعلى كل طن مش عارف 20 او 30 دولار توزيع وتخزين الى اخره. نفس الموضوع كان في الشيشان في 2002 و2001 لا مش 2001 و2002 بعد الحرب بتاع 99 حتى دار المخزن كانوا بيدفعوه. زائد المواد اللي هي العينيه ومصاريف الاداريه بتاع التوزيع كنا بناخدها من الامم المتحده. فدي اللي احنا بنسميها المصاريف اللي هي المواد اللي هي العينيه او اللي كانت تبرعات عينيه. دي بتتعامل بيها مع العقليه مع مين؟ مع التجار. واخد بالك؟ اللي ما عندوش كاش كان عامل ايه؟ المواد اللي انت عايزها. واخد بالك؟ قلنا رجال الدين مداخلهم العشائر اللي عليها الدكاتره والحاجات دي كده. ممكن الدكتور نفسه بيتكلم حضرتك طبيب انا والله عملت مستوصف عدد كبير مثلا كل اسبوع يوم واحد او نص يوم معنى. بس بس خلاص جزاكم الله خير. حتى ممكن يكون عنده فلوس مش يعني ممكن يكون طبيب بخيل معفن يعني زي حالاتي انا ممكن اجي اقعد معاك اربع خمس ساعات لكن مش هديك فلوس جزاكم الله خير. اربع خمس ساعات دول فلوس عايز تفهم عن 50 شخص ولا 100 شخص الفتره دي كلها وهكذا. احنا عملنا ها فانت بتاخد ايه؟ فكل الجمعيات الاسلاميه اللي كانت ملحقه بالمساجد كانت على التطوع او الاجر الزهيد. انا كنت لسه بتفرج على فيلم في التلفزيون المصري عامله محمود سعد على دكتور تخرج 5 يونيو سنه 67 نهايه الحرب بتاعت مصر. الدكتور ده كان راجل طيب جدا ممارس عام وفتح عياده من اول مثلا سنه 70. اول ما بدا في العياده دي وعملها الفقراء بدا العياده كام؟ خمس قروش. وتدرجت من 5 قروش ل 10 قروش ل 50 قرش عشان الغلبان ده. اليوم تعرفوا كشف كام؟ 5 جنيه 10 جنيه. 10 جنيه في مصر ما فيش حد بيخش عياده ب 10 جنيه. وده عياده خاصه مش عياده مسجد. وما زال الراجل وهو عنده 80 سنه فاتح العياده بيقول انا بشتغل فيها من الساعه 10 الصبح للساعه 9 مساء. وربنا مديني الصحه دي وانا عندي 80 سنه علشان باخد 10 جنيه ما اخسرش ظهر الفقير. واخد بالك؟ وانا ربيت منها مين؟ اولادي طلعوا مهندسين وطلعوا كذا وطلعوا كذا يعني اولادي ما فشلوش. من ايه؟ من 5 قروش في السبعينات ل 10 جنيه في 2000. بركه. شفت بقى قد ايه؟ بركه. واخد بالك؟ ليه بقى ممكن تقول للطبيب تعالى انا مش عارف منك انا اما انت تتبرع لي نص يوم واخد بالك؟ حتى كل اسبوع كل اسبوعين او ان انت مثلا هديك اجر على حسب الدخل اللي بيجي لي. واخد بالك؟ الاكاديميين كذلك. الاكاديميين ممكن يساعدوني في الابحاث. ممكن يساعدوني ماديا. لكن الاكاديمي دايما دوله مش غنيه او امراه مش غنيه بس عندها مخ. ممكن تيجي تعمل لك محاضرات التوعيه. دي حاجه مش سهله. تدريس الابناء كله من المناهج اللي بتعملها دي. فكل واحد فيهم ليه مدخل. فما تنظرش للناس كلها انها زي بعضها، لا كل واحد فيهم ليه مدخل وليه مفتاح. الدوائر الوقفيه طبعا عندها اموال كثيره وعندها اعقاب كثيره، بتكون علاقه
خلي بالك اخواني يا فندم، كل الاشياء كل الدوائر دي بتعتمد على العلاقه الشخصيه بينك وبين بعض الناس. العلاقه الشخصيه مش فقط العلاقه المؤسسيه، العلاقه الشخصيه. خد بالك؟ المسؤولين من الافراد، عارف والله الحي ده في حق فلان. احنا كنا مثلا ساعات ننزل في منطقه في الكويت مثلا كان فيها الله يرحمه ابو بدر اللي هو عبد الله المطوع. يقول لك اللي ما عداش على عبد الله المطوع احنا طلع عليه. واشر له على الطلب بتاعته ولا تاجر في التمشي هيديله فلوس. زمان الله يرحمه بنسميها ابو بدر. في قطر كان في واحد اسمه الشيخ عبد الله عبد الغني اللي هو مسؤول شركه تويوتا. ولاده لسه الان لسه الان ولاده بيطلعوا الزكاه بتاعت الشركه تويوتا الى اخره. عملت كمان مع الدكتور عبد الرحمن سميط الله يرحمه. اه طبعا استاذ. هو بدا عندنا في سنتين ثلاثه في الكويت يعني احنا بدأنا في 84 هو اعتبر بقى 83 او 82 ولكن لغايه دلوقتي علاقته بيه كويسه جدا مع عبد الرحمن اسمه عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله. فانت مفتاح قطر كان الشيخ مين؟ عبد الله عبد الغني رحمه الله عليه. مفتاح الكويت كان الشيخ مين؟ الله يرحمه ابو المطوع ابو بدر. وكان في الامارات واحد ثاني الشيخ عدنان ما زال موجود الى الان المالي جمعة المالي جمعة المالي اه قابلته وكان معاه حفيده فكان ماسك معاه في مؤتمر ابن حفيده معانا مش ابنه حفيده. قلت له جزاك الله خير انك خالد عشان الجيل ده يشيل الشيله بعد كده. في مفتاح لكل ما يصير في الاحياء من الاحياء خلاص؟ فانت تعرف مين مفتاح ما تخشش عليه لوحدك ما تندفعش كده تقول والله الراجل قاعد لوحده طب ما اخش عليه هيقعد معاك بالادب يديك كوبايه شاي وقهوه أو من غير وش بابا وبعدين ايه يقول لك اذا كنت ناقيه وتمشي لازم تخش معاه المفتاح. خد بالك؟ المؤسسات الحكوميه طبعا بردك على احفاظك ويكون تقاليدها جاهزه. لذلك اللي هو التوثيق التوزيع عند الحته دي مهم جدا جدا جدا. انا دلوقتي احنا بنرسل احد المؤسسات في بلد ما. لسه في الايام اللي فاتت فسألوني من أعرف في هذه البلد؟ قال إيه؟ من أعرف في هذه البلد؟ قلت لهم كذا وكذا 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 وكذا. هل تحدثت في مؤتمر في هذه البلد؟ ترى عندك قدرة على تكون متحدث أساسي؟ فجبنا لهم. هم حبوا يعرفوا من علاقاتنا إحنا في البلد دي نعرف مين من ولادنا. بحيث يروحوا لواحد منهم يقول إيه رأيكم في الجمعية الفلانية وفلان الفلاني. تبع المؤسسات الدولية الحكومية أو شبه الحكومية. واخد بالك؟ المؤسسات الدولية تعال معاها ازاي؟ ليها معايير مختلفة. المؤسسات الدولية هنقسمها لكذا جزء. جزء اللي هو الخليجي نحن عارفين ان هم طيبين وعندهم طريقة معينة تقليدية كلكم عارفينها أكثر مني. وجزء دولي موجود في أوروبا زي دراسات الخيال في أوروبا وحسابات الحكومات بتاعتها اللي أعلى منها. وجزء دولي غير مسلم وكل مجموعه منهم تختلف عن المجموعه الثانيه. ما تاخدهمش كلهم زي بعضهم ابدا. الخليجي شيء وحتى الخليجي مش زي بعضه. في جمعيات عندها تدقيق اكثر من جمعيات اخرى واللي في اوروبا وامريكا عندها تدقيق اكثر واكثر والدوليه الغير اسلاميه عندها تدقيق اكثر واكثر واكثر. خلاص؟ الحته دي بقى انا عايز اوعي المتابع اللي هي بتاع 30% دي معضله. انا بكلمك شوف حضرتك اسمك ايه؟ مين اللي قال 30%؟ ايوه انت كنت مش كل مشاكل جايه من عندك؟ انت اللي بتكسر العظام؟ انا رئيس الرابط. والله انت رئيس؟ الرئيس شاوس ولا يرقص؟ يرقص بالباص يرقص يرقص اه عجبته يعني. في واحد منكم مش شفايفه التاني؟ انا منسق اه ايه باين الرسم دلوقتي. فدي ده حلو رئيس القعده دي طيب يا قعده ده حلو ده حلو ده حلو. ليه؟ انا اديك مثل صلي على النبي. احنا من اكثر من 25 سنه كان في نقاش في السودان وكنت انا احد اطراف هذا النقاش. مثلا ده كنت جوه وكان ساعتها انا قلت كلمه كده ساعات محمود كمال خايبه لكن ربنا هو اللي بيحطها على لساننا وما تطلعش خايبه بعد كده. كانت الكلمه دي معناها احنا عايزين نغير مناخ العمل الانساني في البلد كي يسمح بنمو
مؤسسات لم تكن موجودة داخل مناخنا من قبل. ده كان في الثمانينات. فأحد الشباب اللي كانوا بيشتغلوا في المؤسسة قبل واحد يعني من سنة. فبيقول له كنت بشتغل في مؤسسة مع كذا كذا. قال له أنا فاكر الرئيس بتاعكم كان ليه فكرة كده مجنونة. وقال كذا كذا نفس الكلام اللي قلته. لما ننظر لنفسنا بعد 25 سنة نجد إن إحنا عندنا مؤسسات كبيرة كتيرة استطاعت أن تدخل المناخ الدولي وتؤثر فيه وتكون جزء من المنظومة الدولية. خلاص؟ نرجع ل 30% دي أنا بقول لك ده حلو. قد لا يستطيع عمري أو قدراتي أو إيه تاني يا ربي باللغة العربية ما فهمتها حتى تمه إمكانياتي لا إمكانياتي إمكانياتي إن أنا أحققها بس أنت خدها وخلي ابنك يحققها. حققها يا أبو حقق. هو ده ابنك؟ الدخل لهذه اليد فقط للكفاف للعيش على الاقل انا ايه
بشعر بان انا عندي كرامه مجتمعيه وان انا استطيع ان اكفي حاجاتي وحاجات ابنائي. اللي انت عملته بالظبط هو ده. انا اريد ان ادخل مرحله اخرى، ازاي اعمل لهم سوق شعبي؟ واقول للست دي تعالي كل يوم تبتدي فيه وليكي الطاوله بتاعت اليد دي واقفه عليها، بيع المنتج بتاعك فيها. علشان نتحملهم المسؤوليه كفاءة او ايه تحسين كفاءة المنتج. انتوا عندكم هنا في تركيا 110 تركيا عبد الله؟ واحنا كنا من اسبوع في عبادي على التاج يوم السبت واحنا ماشيين في حاجه اسمها بازار، كل اسره عندها طاوله مأجراها، اسره سوريه او اسره تركيه الى اخره. الطاوله دي قد يكون في اليوم ده ايجارها 100 ليره بس. بس عشان ايه؟ نحقق الارض، نقدر نرفع الارض والاضاءه والحمايه الى اخره. انت عملناها الطاوله دي. لما كل اربع خمس جمعيات خدت لكم هكتار وعملتوا سوق. والسوق ده حولتوه مثلا ل 500 طاوله. وكل طاوله بتاخد الاسره باليوم. هتكون الاسره دي قادره على الانتاج والبيع في نفس الوقت. وده تضرب. تضرب. بس اوعى حذاري انك تشتري الارض. غالية. بدل ما تشتري الارض اجرها وخلي هم يدفعوا لك حق ايجار وحق تسليم وهكذا. ها؟ يبقى احنا توعيه التبرع ده حلو. عايزك انت تحققه او انت تعال هنا مخك معاك سوري. ده مش هصور معاك. ده متجوز من الحاجات. ده انا عايز كذا بالسهل مش عايزك انت. لا في كثيرة انا احسن منك يا ابو السهل. يا غني؟ لا. لا. انا بقدم خدمه للناس. طيب يا سيدي. كان عندهم الواحد يقدمه ياخذ فلوس. كان في مغني غنى اغنيه للام زمان ام دبل رسو ساعدون جابر. الله انت حافظ يا امي يا ابو الوفا. ايوه يا ابني يا طايع. انا سمعت الاغنيه دي كنت بكتب احنا بنضرب نص الكلام اللي الشعب لكن كلامه واداؤه كان جميل جدا جدا. يا امي يا امي انت حط الاغنيه دي وحطها جنب سرير ابوك عشان ما يعملش حاجه بالليل. لا بالليل ولا بالليل. لا بالليل. في حاجه ثانيه في العراق. هل احنا مثلا في بلد زي بغداد مين بلد مستقره المدن المستقره بقى في العراق؟ اربيل سليمانيه دهوك بغداد كردستان كردستان كلها في بغداد مستقره ولا مستقره؟ يعني نسبيا قليل بس احسن من زمان. إيه. انا شفت ان في حاجات كتير جدا. رحت 2014 كان على راس كل شارع كان في حاجز امني. دلوقتي انا بنزل اتفسح في اقل لا انا كنت هناك السنه اللي فاتت يعني كان نزل اسمها ايه اسمها مش المنصور هو ايه سيدنا ابو العربيه ونقعد بقى نسمع ام كلثوم والحاجات دي والافراح في الشارع والرقص والكوره والحاجات دي كلها. انتوا مش من بغداد؟ فبقت احسن. فازاي نتواصل مع عامه الناس؟ هل الحملات البلديه تنفع في العراق؟ لا. انا بسال السؤال. تبعت لهم مظروف في مشاريع الى اخره على البيوت؟ ما بتدي صح. طب يبقى احنا ننتقل لحاجه ثانيه اللي هي التواصل الاجتماعي بتاع الحملات اللي هي الايه؟ السوشيال ميديا دي صح؟ هل انتوا عندكم اكو مشكله ايوه انتوا عندكم اونلاين دونيشن في العراق؟ تبرع اونلاين تبرع عن طريق اونلاين؟ لا لا ما مش عارف اعمل ايه بقى. اقصى ما هتاخده من الحمله البلديه الحمله الالكترونيه دي اللي هو تعاطف الناس مع المكتب بتاعك بالعنوان وكذا 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 الى اخره. لانك بتحول الحمله الاعلاميه عن طريق اللي هو التواصل الاجتماعي الى تطوع مجتمعي عند الشباب يقوموا بمبادره زي ما احنا اتكلمنا عن الركام ده اللي هو كان يعني ذكي جدا في الحمله بتاعته فالتف حوالين الشباب فشيروا له على مستوى العالم. فانت بتعمل بدل ما هتجمع منها تبرعات هتعمل منها ايه؟ هتعمل منها حشد جماهيري توعوي عند الشباب. ودي حاجه ثانيه. لو ما نقدرش نعمل حمله فرديه بالاظهر يبقى نعمل كل حملاتنا اللي عن طريق السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي دي علشان نحشد المتطوعين والمؤازرين الى جهه معينه، الى منطقه معينه، الى حاجه معينه. واضحه؟ ده بالنسبه للحملات. في حاجه ثانيه الناس حابه عايز اقولها؟ نعم. اتفضل. يعني انت فين ابوك؟ هو مش شكلك ليه؟ تقول شكلك خلاني. يا نجم.
ها انت اشبر عايز يعمل حاجه ليه الصعوبة اللي موجودة خصوصا في بغداد او يعني هون بالعراق وخب بشكل عام تعدد ايوه عندنا تعدد مذاهب وطوائف واحزاب وسياسات واعراق فانت ما تقدر يعني ما تقدر تاخذ كل شيء او الشيء اللي تريده بسهولة ايوه معك انا سامعك ما تكون عندك مصداقية مو الكل يصدق صح ما يكون عندك جانب انساني الكل يكذبك ويحاربك مو بس يكذبك واول محاربين لك هي الحكومة اللي تعتبرك ارهابي تعتبرك متشدد تعتبرك حرامي تعتبرك يعني هاي الجانب الاكبر الحكومة ضغط ذات الشعب كذلك تعتبرك يعني معوقات كثير معوقات بشكل مو طبيعي يعني جمع تبرعات طيب جزاكم الله خير هل لا يعتبر تحدي او يعتبر فرصه هل التعدديه والتنوعيه تحدي ولا فرصه ممكن تكون تحدي ممكن تكون فرصه تفضل احنا البارحه كنا في لقاء مع منظمه إيهاها منظمه إيهاها يعني مع العلم انها منظمه عالميه ولها سمعتها وتجربتها من تكلمنا عن تجربه بالعراق مثلا حاصره نفسها بس فقط في كركوك نحن نعلم هذا الشيء بس معناه نعدهم ليش؟ لانهم متعاطفين مع تركمان كركوك لانها المنظمة التركية سألناهم وقلنا لهم ان عندنا تحديات اكبر من هذا وانتم منظمة إغاثية واحنا من قدمنا نفسنا على منظمة إغاثية احنا قدمنا المساعدات لكل العراقيين على يعني اختلاف قومياتهم ومذاهبهم ومحافظاتهم ان هاي البصرة عانت من الماء وهي مصيبة طامة كبرى اللي هي بلاد العربيتين تعاني من الماء والبصرة تأخذ الماء من الكويت كان المنظمة حملة بالبصرة يعني أوصلنا المياه الصايحة للشرب إلى البصرة يعني إحنا قلنا لهم مع ذلك إحنا ليش نستهدف هذه المحافظات السنية العرب السنية لأن وقع عليهم ظلم أكثر من غيرهم كويس فالمفروض من المنظمات الإغاثية تخلي ببالها هذا الأمر. احنا زرنا مثلا الأكراد صار عندهم مشكلة نزوح، حتى الأكراد صار عندهم مشكلة نزوح. واحنا قمنا بمساعدتهم ردا للجميع لأنهم استقبلوا العرب السنة بالمخيمات وكذا. لكن مخيماتهم مخيمات الأكراد مخيمات الشيعة العرب اللي موجودة في كربلاء وفي محافظة تختلف اختلاف جذري عن المخيمات العرب السنة اللي موجودة بالأنبار واللي موجودة بديارة وموجودة بصلاح الدين أو بكركوك تختلف باختلاف الإدارة تختلف باختلاف حتى نوعية المخيم الموجود مثلا اللي عند الأكراد أو الشيعة العرب كربان مكيف وعندهم حتى في الشتاء يعني سخان ماء وتجيهم التبرعات الحكومية وزيارات العرب السنة الموجودين خصوصا في الأنبار مخيمات حتى سياج ماكو الخيمة متهرئة لا يوجد حتى يعني بلاط يمشون عليه لا مطرة الدنيا هاي صارت المطرة يعني جابوا لنا الصور الموجودة غرقت المخيم غرق والعوالي شردت هي مشردة وشردت مرة ثانية فممكن هذا الشيء استدارة اللي احنا قلنا يعني المفروض انه يستدار هذا الامر انه السنة العرب رفع عليهم ظلم اكثر من غيرهم فالمطلوب بالتالي انه ينالون اهتمام اكثر من غيرهم في تقديم المساعدة التحديات ممكن احنا نعملها لفرص
بحضرتك زي ما اخونا كان بيتكلم ان في بعض الجهات عندها تواصل مع التعدديه والتنوعيه في بعض الدول الاخرى بتعتبر ميزه. يعني لما تيجي مثلا في بريطانيا يقول لك ايه احنا مالتي سيكتوريال سوسايتي، يعني احنا مجتمع متعدد اللي هو سيكتوريال الطوائف، يعني احنا مالتي فيث سوسايتي، يعني مجتمع متعدد الاديان والمجتمع متعدد اللي هو القوميات مالتي اثنيك واللي هو العرقيات الى اخره. فدي بيبصوا لها في مناطق في بلاد قويه مستقره على انها شيء ميزه. انت ساعات بتبص لها على انه تحدي، تحدي في مناطق زي ما قلت مناطق الصراعات ان الفصيل ده والجادي والفصيل ده والجادي سواء كان مانح او كان كذا، فعلى حسب قدره المؤازرين لكل منطقه بيجي لها التعب. يعني زي ما احنا بنتكلم فهنا تحدي ازاي نواجهه، وانا يعتبر ميزه ازاي نستغل نصور. فانت اللي بتصور، يعني انت لما تعتقد دلوقتي بعض، يعني شوف يا اخواننا احنا زي ما انا اتكلمت في الاول احنا يعني استثمارنا في الاعلام ضعيف. اي حد بيروح يصور اي حاجه ويحطه في الفيسبوك، لا احنا عايزين نجيب يعني ناس نتكلم بدل فيلم يكلف 500 دولار يكلف 5000 دولار. بس شوف بقى لما 5000 دولار ده انت هتطلعه ممكن تجي لك محطه مهنيه حرفيه كبيره تاخده منك تعرضه في التلفزيون يطلع باسم المنطقه اللي بتتكلم عنها او باسم الحاجه اللي بتتكلم عنها او باسم الفصيله اللي بتتكلم عنها الى اخره. احنا ما بنستثمرش في العمل الاعلامي اللي هو مهم جدا 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 بالنسبه لنا. زي ما اتكلمت انا قبل كده في الصباح ما بنستثمرش في العمل البحثي اللي هو بيطلع لي الارقام. انا اقول لك الارقام لا تكذب صح ولا غلط؟ لما بنقول المخيم ده والله فيه 100,000 ما بتوصلوش حاجه، والمخيم ده فيه 10,000 يعني من كتر الحاجات ما بتوصل له مش محتاجها. مين اللي هيطلع الموضوع ده الا لما يكون عندك ناحيه اكاديميه طلعت البحث ده وطلعت معاه فيلم وثائقي يتكلم عن مثل هذا الايه؟ هذه الحاجه في المنطقه. فاحنا تعرف منشغلين بايه ابو حذيفه؟ تعرف منشغلين بمين؟ منشغلين بالتنفيذ، ممتاز. لكن مين هيشتغل بالاعلام؟ يخطر الناس. احنا صحيح وزعنا 2000 و3000 و5000 و10000 حصه فيهم واحد ده رقم اعجازي في الظروف اللي احنا عايشين فيها، لكن ما حدش سمع عنه حاجه. واحد دخل مخيم من خيماته لقى قطه تعبانه وشالها وحضرها وطلعها في بتاع كل الناس بقى عملت لها لايك. وراح المخيم ده عشان يشوف القطه. من حقنا ان انا اقعد قطه، دخل واحده في النار ودخل واحده في الجنه صح؟ مش كده راجل حديث؟ احنا عايزين نجيب القطه دي. خد بالك؟ فشوف ايه؟ لا فقره الغلاب. هو ما هنتعشى مع بعض بقى. انت هتتغدى وفي حاجه تانيه بعد الغدا ولا هيروح ينام؟ بتحب تاخر الغداء يعني ولا؟ لا انا ما اعرفش انت صاحب الامر. يعني انا كنت عم بفضل استنى عبد الله حضرتك انت احنا الغداء على الساعه الثالثه ممكن يكون وبعدين تحبوا تكملوا؟ هم هم اصحاب الامر. يعني هو انا حتى انا بالنسبه لي اعمل اي حاجه. لو بتحبوا نتفضل الغداء وبعدين نرجعوا. لا هل هم هيرجعوا ثاني ولا خلاص استووا؟ استووا لا احنا ما نمل من حق هيك والله؟ ايه يعني انت بتاكل دلوقتي؟ لا مش جوعان. طب 10 دقائق كده نخلص؟ خلاص تفضل. فاحنا بنتكلم عن ايه النقطة دي؟ إذا احنا نحتاج ايوه احنا نحتاج إلى منظومة متكاملة ايوه من أكاديميين من أيوه ايوه كمل بس عشان الشرعي ايوه نحتاج إلى منظومة متكاملة في العمل الإغاثي من شرعيين ايوه واكاديميين ايوه واعلاميين ايوه وكذلك يعني جهود المنظمه ممتاز وهذا يصير عمل متكامل ويطلع يعني انت انا بقول لك تعملها ازاي دي؟ صل على النبي. احنا عندنا دلوقتي مجلس تنفيذي في المؤسسه صح؟ مجلس تنفيذي اللي هو المدير التنفيذي والاعضاء اللي هم رؤساء الاقسام صح ولا غلط؟ نعم تمام. ها؟ ولا عندنا في مجلس اداره لو في الرئيس صح؟ صح. يعني مجلس الإدارة مصري 5 أو 6 أو 7 أو 8 إلى آخره. ممكن مجلس الإدارة أعمل فيه التنوعية دي. خلاص؟ ممكن أعمل فيه التنوعية دي. لو يكون معايا بعض الناس من تخصصات مختلفة إلى آخره. ممكن أعمل مجلس شورى اللي إحنا بنسميه مجلس اللي هو الكونسل الأدفايزر كونسل استشاري. استشاري. واخد بالك؟ فالشغل يكون فيه 20 30 واحد. أخليهم يجتمعوا مرة أو مرتين في السنة.
أشيلوا علينا أيها الناس. لا يكون شيء سلطة تنفيذية. السلطة التنفيذية حتكون هنا عند مين؟ السلطة التنفيذية حتكون عند مجلسين. مجلس التنفيذي اللي هو في الموظفين كلهم اللي هو المدير التنفيذي ورؤساء الأحسان. خلاص؟ يبقى احنا أول واحد عندنا إيه؟ المجلس التنفيذي اللي هو مين؟ الموظفين. واضح ده بالنسبة لكم؟ موظفين. أنت جبت مدير المؤسسة، أنا جيت مدير المؤسسة، عينتني كمدير ليها، وأكون مسؤول عن إدارة المؤسسة دي من الألف للياء مع الموظفين، خلاص؟ ده التنفيذي. اثنين، مجلس الإدارة اللي هو بيراقب الحوكمة، بيراقب السياسات، بيراقب الاستراتيجيات، وتوجه المؤسسة. ده بيكون رقابي. بالك؟ المجلس الثالث اللي انت ممكن تعمله مجلس استشاري اللي هم من الوجهاء في التخصصات كل اللي انت عايزها. لما اي دوله من الدول او اي هيئه من الهيئات الحكوميه تنظر للثلاث مجالس دول وتعلم انك تتعامل بشرفيه هترتاح لك التعامل معاك، لان هنا بقى هتحط الناس اللي كانوا سياسيين، الناس الاقتصاديين، الناس الاعلاميين، الناس اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا، وهتخليهم زي بالنسبه لك اللي هم بنسميهم ايه؟ سفراء الشر بتوعك. او السفراء ذو النوايا الحسنه. انت عندك قضيه قانونيه. بدل ما هتروح تجيب محامي، عندك واحد قاعد في مجلس الشورى دول الاستشاره، تقول له والله عندي مشكله كذا 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 كذا، مره في السنه ولا مرتين في السنه. حتى هو هياخد منك اجر هيجيب لك حاجات مخفضه. عندك واحد في الاعلام تاخد رايك الى اخره. فلما تحيط نفسك ليه؟ انا بقول لك تحيط نفسك. العمل الخيري بالنسبه لنا زي الجوهره النفيسه التي لا يقدرها احد. وفي نفس الوقت اللي خاصه لا يقدرها اصحابها. وفي نفس الوقت يراها الاعداء ويريد ان يخترعوها منك. فلا بد ان تحيطها بهذه المجالس التي تحميها من الداخل ومن الخارج. من الداخل اهم حاجه فيها مجلس التنفيذ ده والسياسات اللي انت حاططها داخل المؤسسه. يعني يقول لك ايه؟ ايه سياستك مع اللي هو الجندر يعني بالعربي اللي هو النووي؟ ايه سياستك مع التعامل مع الاطفال في المخيمات؟ ايه سياستك مع التعامل مع النساء؟ ايه سياستك مع كذا مع كذا مع الحرب على الارهاب مع التطرف مع كذا مع الاديان مع كل الحاجات دي كلها. واخد بالك؟ فدي تكون جاهز عندك داخل مجلس التنفيذ ومجلس الاداره. مجلس الإدارة مثلا بيتكون من مين؟ هل في تنوع؟ هل في نساء؟ هل في شباب إلى آخره؟ هل في من مناطق مختلفة داخل الوطن إلى آخره؟ هل في أديان مختلفة داخل مجلس الإدارة إلى آخره؟ دي نمرة اثنين. الاستشارة ده بيعتبر زي ما بتقول إيه؟ سور القلعة اللي أنت بتتكلم عنه. إن أو حد هيخش ودول معاهم فلان وفلان وفلان وفلان، أنت فلان وفلان مش هتدوب اسمهم الا ما تعتمد ان انت مؤسسه على ايه؟ يعني ايه؟ على النهج القوي. سواء كانوا من التجار او من السياسيين المتقاعدين او من الاكاديميين او من الاعلاميين او من الاقتصاديين او الى اخره. فدي هي اللي تعتبر ايه؟ القلاع او اسوار القلاع التي تحمي الجوهره التي في كثير جدا من ابناء نحن في العمل الانساني لا يرون قيمه لها الا مجرد عمل تطوعي. او كيس الذره او كيس الرز او كيس الطحين الى اخره. احنا شوف بعد 10 سنين او 12 سنه في مكتب كندا كنت انا كنا مش انا كنا احنا عارضين مجلس الشارع ده من 5 سنين. كان في رفض غير عادي في مجلس الاداره اللي انا رئيسه. يعني معذره الرئيس ممكن قال له طز فيك. ينفع عندك قال له الرئيس طز فيك؟ نعم. هيعمل فيك ايه؟ طب. ايه؟ يطرد. انت؟ ايوه. مش انا؟ لا لو كنت انت الرئيس وانا اللي هطرد. اكيد. فالحمد لله السنه اللي فاتت قلت لهم ايه رايك؟ قال لا هنعمله. قلت له بس مش هكمل احنا كمل. قال معلش بقى كنت مش عارف ايه وايه بس ما هيتعملش. وده في مكان اكثر استقرارا من المكان اللي هو بتاع العراق الى اخره. فيعملوا ليه؟ وبداوا يحطوا في
في هذا المجلس الشخصيات المختلفة أن ممكن تحمي المؤسسة. يعني ما كل هذه المجالس تعمل إلا لحماية المؤسسة. لما يقول كده إن رئيس مجلس الإدارة ابنه هو المدير التنفيذي وأخته هي المدير التنفيذي وخالته مش عارف كده خلاص ما بقتش مؤسسة مجتمع، بقت مؤسسة عائلة. أنت من حقك تعمل مؤسسة عائلة بنسميها فاونديشن. بس هتقول دي مؤسستي أنا، أنا بديها مالي من مين؟ من عيلتي صح؟ من حقك مش حرام. لكن ما تنزلش المجتمع المؤسسة أنت وخالتك وعمتك ومش عارف مين وكذا وكذا. محسوبية. كلها. محسوبية. دي بتسميها محسوبية. فلذلك أنت ودول بالذات دول مش هيجوا لك إلا أما يشوفوا أنتوا عندك مين اللي من أعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة. أنت عندك هنا تجربة يا أخ عبد الله. النهارده غلطة غلطة يعني مش عارف إيه، يعني عبد الله ده جاي من بلد اسمها بطاطس، مش أنت يعني. غلطة غلطة إن هو رئيس مجلس الإدارة هو أصبح رئيس مجلس التنفيذي. ما ينفعش. أي قانون في العالم ما ينفع. إيه اللي مقصدين؟ ما ينفعش. لأن صاحب القرار فوق، صاحب القرار تحت، وأنت بتاخد مرتبك من صاحب المؤسسة اللي فيها. يعني أنا بقول لك مجلس تنفيذي هو مدير تنفيذي يعني بنسميه بالعربي أو بالإنجليزي السي أو. فأنا مؤقتك بس أنا في نفس الوقت الذي أصنع القرار. ما ينفعش الاثنين. ما ينفعش كل شخص نفس واحد. يعني أنا هاني البنا رئيس مجلس إدارة خلاص؟ وفي نفس الوقت انا هاني البنا مدير تنفيذي، ما ينفعش. يكون دي يكون دي. هكذا تمشي المعايير الانسانيه في اداره المؤسسات، سواء على المستوى المحلي او على المستوى الدولي. من حقك تكون انت رئيس تنفيذي، بس مش من حقك انك تكون ماسك الشرطتين في ايدك. دي المشكله دي. ده بالنسبه للنقطه الاخيره دي في التنوع في عمل التبرع، في جمع التبرع. انا هقف كده عشان احترام لا عانى مش كده؟ لا انا من هيت والله.